ماشي، السلام عليكم، صباح الخير بتوقيتكم. اليوم راح نتكلم إن شاء الله بهذه جمعتنا على موضوع الـ UCS Field Engineer Bootcamp Unified Computing، كل ما يخص الـ Blade Server وكل ما يخص الراك ماونت سيرفر بالنسبة لسيسكو. أين راح تكون فائدتها؟ كيف نتعامل معها؟ كيف ندرس لها؟ كيف هي التحضيرات لها؟ راح يكون موضوع نوعا ما مبتدئ مع شوية مرحلة الاحتراف. راح أشارك وياكم بعض المصادر العملية، بعض الصور، بعض الفيديوهات، حتى يكون عندكم فكرة عن هذه الأجهزة. وكثير من الأسئلة اللي جتني تسأل عن ما فائدة هذه الأجهزة وين راح نحتاجها في الحياة العملية. فأول شيء أحب أتكلم عنه، أشارك وياكم هذه الصور. هذا البوت كامب عملناه من يوم كان 15/6 في سيسكو، في دائرة سيسكو نفسها. فهذه هي الراكات، تحت هنا جاء الصورة بعد الأخرى. هذا اللي هو اللي تحت، اللي هو 5108 5108، يعني 5108. هذا اللي هو تشاسي يحمل ثمانية بليد سيرفر أو أربعة راك، فول راك، حتى نعرف الفرق بين الفول راك وبين الهاف، بين الهاف راك والفول راك. راح نعرف اشياء قسم من عندكم ممكن يعرفها وقسم لا، او حتى لو كان معاه شهاده الاي بلس. الموضوع سبب التعرف على الهاردوير، معظم المشاكل اللي في الشبكه، في الكلاود، في الفي ام، الفي ام وير، اللي هي سبب الهاردوير. معظم هذه السيرفرات تحصل فيها مشاكل هاردوير. ابسط شيء، لو واحد من الرامات حصل به مشكله ياثر على السيرفر بالكامل، بالنسبة للباور بيأثر عليه، بالنسبة للأداء. وبالآخر راح أشارك وياكم أي البرنامج اللي يعني اللي هو وارد من سيسكو وكيفية تعمل لاب عليه حتى تقدر تطبق على هذه الأجهزة، لأن شراء هذه الأجهزة هو غالي جدا. فهذا سيرفر من نوع B200. هذه القطعة لو تلاحظون مثل ما أشير بالماوس هنا، أنا مكتوب press here، هذا المكان اللي تخلي عليه اصبعك حتى تركب هذه القطعة. هذه القطعة اسمها المازنين كارد، هذه اللي هي تعمل من عندها الفيرتشواليزيشن، اللي تعمل من عندها الفيرتشوال انترفيس. هذه الرامات، قسم من هذه السيرفرات الرامات لازم تتركب على تسلسل معين، وراح اشارككم هذه ايضا. تقرب، اسوي زوم على شغلة مهمة جدا. لو تلاحظون هذه الحروف اللي هي ال A1 dim A1 وال dim A2 وال dim B2 وال B1 وال C1، هذه لها تسلسل في تركيب الرامات، لان يعني الرامات لازم تكون، يعني بالانجليزي يسموها pair RAM، يعني بالعربي نقول عليهم متزوجين. يعني الرام اللي يكون على القطعة الزرقاء يركب على القطعة اللي باللون الأزرق أيضا. لازم يكون من نفس النوعية، من نفس اليوم الصنع لهذه الدرجة، من نفس يوم الصنع، من نفس النوعية. لو كان سامسونج لازم تكون القطعة الثانية سامسونج، ونفس اليوم اللي انصنع به هذا الرام. هذا موضوع مهم جدا في بالبلايد سيرفر، وحتى بالنسبة للبي سيريز وبالنسبة للسي سيريز، نتعرف عليهم شوي شوي. هذه أنواع الرامات من شركة سامسونج. هذا هو اللي مثل ما تكلمنا، هذا بالنسبة لما تقرأ، هذه موجودة الصفحة بالكتاب إن شاء الله أشاركها معكم يعني خلال الأيام الجاية. بالنسبة للبي 200 ميموري مابينج، أنت حتى لو ما حفظت هذا الشيء وكنت في عمل، ممكن تستعين بالكتاب، موجودة هذه عندك. كاتب لك هنا سي بي 1 انستول ديمس سلوتس، اللي هو هذا الخانة باللون الأزرق الغامق وباللون الأسود، و CPU2 install dim slots بالنسبة لسلوت 1 سلوت 2. فأنت على أساس هذه الخريطة تركب ال CPU، مثل ما موضح لك هنا بهذه الصورة، اللي هو CPU2 و CPU1 مثل ما موجود أمامك بالصورة هنا.
فيتم تركيب هذه الرامات. لو كان عندك مثلا ثلاث قطع لـ CPU1 لازم تجي على حقل C3 Blue اللي هو A1 والـ B1 والـ C1 على حسب القطع. لو كان عندك أربع قطع راح تركب ثلاث قطع باللون الأزرق يعني بالسلات الزرقاء 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 بأي لهجة كانت، وتكون واحدة من القطع بسلات 2 بالنسبة للـ A2. هذا الموضوع مهم جدا بتوزيع عملية الرام. هذه المعلومات طبعا حتى لو كنت انت حاصل على شهادة CCIE اقولها ومتأكد من هذه المعلومات. حتى قسم من الناس تعاملت معاهم يعني هنا في الولايات المتحدة اذا كانوا امريكان واذا كانوا مصريين واذا كانوا من اي جنسية ثانية ما عندهم اي علم بالنسبة للهاردوير. ساعات تحصل عندهم مشاكل تاخذ وياهم يوم ويومين وثلاث ايام ايضا، ويكون هي السبب تافه جدا هو مجرد انه عملية رام. فموضوع التوضيح بالنسبة لهذه المسألة قسم منكم ممكن يقول انا اعرف، بس بارض الواقع لما تجي تنفذ هذا الشيء تلاقي انه يعني معلومة مهمة جدا. هذه بالنسبة لعملية توزيع الرامات مهمة مهمة جدا جدا. مثل ما وضح لكم صورة قريبة جدا بالنسبة للسيرفر، بالنسبة للمازني كاردز، هذا السي بي يو، هذا السي بي يو ساعات تكون هذه المشاكل طبعا تأثر اللي هي البنات تكون بها بعض الاعوجاج، هذه ايضا هي تأثر على اداء السي بي يو. هذا عملية تركيب السي بي يو، وراح نشوف طريقة السي بي يو. هذا ايضا هي للسيرفر، هذه هي قطع السيرفر. هذا السيرفر مثلا يحتوي على اثنين هارد درايف، واحد مازني كاردز، هذه هي الرامات، الرامات اللي هي لو تلاحظون هنا اكو بعض الدمات اللي هي باللون حتى يوضح لك سهولة التركيب، انه لما يكون عندك التسلسل ماله بالنسبة للدم الازرق او الاصفر او الابيض فلهم تسلسل على حسب الخريطة اللي متوفرة معك. ندخل على السي بي يو. السي بي يو راح اشارك وياكم فيديو تشوفون سيسكو تفضل هذا الموضوع بتركيب السي بي يو. هذه احد الطلاب تركيب السي بي يو. هذه هي القطعة تركبها باداة اسمها بيك ان بليس، يعني ما اعرف شلون اترجم لكم العربي، بس ان عملية رفع وضغط مثلا خلينا نقول السي بي يو، خلي السي بي يو بالمكان بالسوكت وتضغطها ويركب السي بي يو حتى لا تحصل عندك اخطاء. انا واحد من الناس ما استخدمها، استخدم ايدي احسن يعني اامن. وهذه مثل ما يفرجك في الفيديو نفس الطريقة، تركب هذه القطعة وترفع السي بي يو، تخلي بها حتى تحافظ على السي بي يو. هذا عادة لو انت في عمل سيسكو تبعث لك القطعة مع المذر بورد الجديد حتى تنقل الرامات من السيرفر القديم للسيرفر الجديد. هذا هو اللي البي 4 اعتقد هذا البي 400 سيريز، هذا ام بليد سيرفر يحتوي على اثنين مازني كاردز ويحتوي على هذا بالصورة موضح انه اثنين هارد درايف، وكل جهة تشيل اثنين هارد درايف. بالنسبة للبرنامج تطرقنا بعدين. هذا سيرفر من السيرفرات العملاقة بالنسبة للسي سيريز، هذا اللي وراك ماونتد. اما اوضح لكم هذا باور سبلاي، هذا هو ايضا السي سيريز، هذا راوتر مو بالموضوع. حب اوضح لكم شيء ثاني من الانترنت للمشاركة. بالنسبة للتركيب وبالنسبة للوايرنج وكل هذه المشاكل اللي احنا عندنا اسئلة عليها كل يوم. ناخذ صورة اكبر من هذه. لما توضح الصورة view image
صورة بجودة عالية جدا. طبعا مطلوب بس انتظر اتحمل. هذا هو ما يسمى بالشاسي، باللغة الإنجليزية يسمى شاسي أو صندوق بالعربي، أو احتمال إلى تسميات ثانية. سيسكو صنعت هذا الجهاز لعدة أسباب. يعني في حالة أنه يحصل عندك صيانة في أي وقت، حتى تقوم معالجة أي مشكلة موجودة في الكلاود عندك أو هي في السيرفرات. فمن غير ما تطفي الخدمة تبقى عندك الخدمة شغالة وفعالة، وعملية الـ HA الـ High Availability يكون متوفر عندك 24/7. فهو أسلوب توفير الـ Modules، يعني القطع، يساعد على 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 الأداء، على توفير الخدمة مثل ما قلت 24/7. مثلاً اولا بالشاسي، خلينا فتشين عرفه اللي قدام. انتم لو تلاحظون هنا بالصوره موجود سلوت 1 و3 و5 و7، فهي تنقرب من اليسار لليمين 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، وهذه هي الباور سبلاي تحت. سيسكو عملت هذا المنتج مثلا لو حصل عندنا مشكله في سيرفر 1 اللي هي سلوت 1. يعني انت لما تروح للداخل الداتا سنتر راح يحدد لك الراك، ولما توصل للشاسي يقول لك انا العطل اللي موجود عندي في سيرفر 1. طبعا موجود هذا اكو لايت ثاني هنا يتضوى باللون اللون الازرق حتى يحدد لك السيرفر العاطل، يعني للتاكيد اكثر. فيما لو حصل مشكله في سلوت 1 اللي هو سيرفر 1، كل الابلكيشن اللي موجوده او من خلال في ام وير تنتقل هذه الابلكيشن للسيرفر الاحتياطي. مثلا تنقل كل المعلومات لهذا السيرفر وتروح مسوي من اليو سي اس ام اللي هو البرنامج، توقف عليه تسوي رايت كليك تسوي دي كوميشن. دي كوميشن يعني افصل هذا السيرفر من الخدمه. فتجي حضرتك تفتح هذا المكان، تاخذ السيرفر اللي برا، ويكون عندك انت تكت بالموضوع انه تغير رام مثلا باي 1 او تغير سي بي يو او تغير المذر بورد كلها. فتنقل كل الرامات وكل البروسيسور للمذر بورد الجديده وترجع تركبه وتركبه هنا وتعمل تيستينج تتاكد ان هذا السيرفر شغال. فبعد ذلك تتاكد انه السيرفر هذا يكون عندك شغال. فراجع المعلومة وياكم مرة ثانية. فلما هذه أسماء السلوتات، فهي عندك الجانب اليسار اللي هو الفردي والجانب الأيمن اللي هو يعتبر الزوجي، فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. لو حصل عندك مشكلة مثلا بالباور سبلاي، أي مشكلة بين هذول الباور سبلاي، أنت ممكن ترفع هذا الباور سبلاي وتركب الباور سبلاي الجديد. لو كان عندك مشكلة بالهارد درايف أيضا، أنت ممكن ترفع هذا الهارد درايف وبسهولة وتركب الهارد درايف الجديد. فهذه واحدة من الأسباب اللي خلت سيسكو تنجح بهذا المجال، أنه تنتقل من مرحلة نتوركينج إلى شركة آي تي أيضا، مجال السيرفرات، مجال المنتجات الأخرى. نشوف صورة من الظهر بالنسبة إلى قضايا التبريد، أنه تكون لنا صورة واضحة أيضا مثل هذه. بالنسبة للمراوح نستعين، هذه صورة ممتازة. هذا الصورة يوضح لك حتى اكو اسئلة بالسي سي ان اي داتا سنتر، يسألك يقول لك ال 510A شاسي يحتوي على كم مروحة؟ اللي يحتوي على 8 مراوح، حافظ عليه بدرجات تبريد ممتازة جدا، يكون بارد جدا. طبعا دول المراوح هي اسمها كلها ايضا هي هات سوابابل، يعني انت ممكن تسحب هذه المراوح. تحذير مهم جدا، هذه للناس اللي عندهم خبره ممكن يعرفون هذه المعلومه، لا تسحب اكثر من مروحتين من الشاسي.
يفضل انه تسحب اثنين، حتى لو عاطلين عندك اربعه اسحب اثنين بدلهم، بعد ذلك بدل الاثنين الثانيين. هو يحتوي على 8 مراوح من الخلف، هات سوابل ممكن تبدلهم خلال البرودكشن، يعني خلال الحياه، خلال ان السيرفر شغال. يحتوي على 2 فايبر اكستندر، هذا فايبر اكستندر اللي هو 8 بورتات، واحد من اليمين واحد من اليسار. هذا اللي هو من عند نركب الكيبلات تروح للسويتش الفايبر انتركونكت. صح اوضح لكم اياها بصوره موجوده ايضا. بالفايبر انتركونكت هو اللي يتم تربيط من عنده الام دي اس، اجهزه الام دي اس واجهزه النكسس والى اخره. هنا هذه مقالة على الانترنت موضح الموضوع واضح جدا. هنا اذا تلاحظون الفايبر اكستندر اللي هو موجود هذا باربع بورتات. بالنسبة للبورتات او تركب كيبلات اسمها ايضا السؤال بالامتحان بالسي سي ان اي داتا سنتر، اللي هو السؤال ما اسم الكيبل اللي يتركب من الاف اكس اللي هو فايبر اكستندر الى الاف اي، مثل ما وجد قدامك هنا حتى تحفظون هالمصطلحات اللي هي مصطلحات عمل ايضا. اف اي اللي هي فايبر انتركونكت، فانت تربط هذه البورتات. الكيبل اسمه توين اكس، قبل لا انسى اسمه توين اكس كيبل، يركب على قطع اسمها اس اف بي، اوضح لكم اياها بالصور. مثلا هذا البورت يروح راكب على بورت 1 و2 و3 و4 مثلا، ونفس العملية اللي يتركب بها هنا. ليش بالسويتش الفوق؟ اكو اسباب نوضحها بعدين. هو دائما لازم يكون عندك 2 اف اي 2 فايبر انتركونكت حتى الاتش اي يكون عندك افيلبل. اللي هنا تركب هذا اللي هو بورت لاير 1 ولاير 2، تعمل كيبل من لاير 1 لاير 1 ولاير 2 لاير 2 حتى يكون عندك الهاي افيلبل متوفر عندك. فهو هذا اسلوب التربيط. اعيده مره ثانيه، نتركب هذه الكيبلات من نانو 1 2 3 4، الاول بورت 1 2 3 4، وبالنسبه للفايبر اكستندر الثاني تركبها ايضا بنفس الاسلوب. نرجع ايضا للصور مره ثانيه حتى اوضح لكم موضوع ثاني لهذا. هذه الصورة إذا متوفر اللي الشيء اللي أدور عليه، يعني ما أعتقد. خلينا نفتح بين ما يحمل هذا البرنامج نتكلم على موضوع ثاني حتى أشوفكم شلون تسوون لاب بالنسبة لليو سي اس بين ما يشتغل هذا الموضوع. نرجع للمواضيع الكتاب، احنا نوضح هذه الفيديوهات حتى هذا الكتاب يكون واضح امامكم. انتوا لو تقرون هذا الكتاب هو كتاب لايف، يعني موجود بالنسبه لمواعيد الحضور الارايفل والانترودكشن، كل هذه المعلومات راح اشاركها وياكم ان شاء الله بالقريب العاجل. المواعيد يعني حتى بيه تسلسل الوقت، انه شو وقت تدرس تقرا مادة وشلون تعرف عليهم. سي سيريز، خلينا نشوف فيديو للسي سيريز. فيديو انا حلو اتفرجه، اتفرج على القطع. شوف هذا الفيديو اولا. الفيديو بس ياخذ دقيقة ويتوضح. هذا الهارد درايف، كيفية فتح الغطاء. حتى هذه التعليمات ايضا هي تفيدكم، موجودة دائما على ظهر كل سيرفر، حتى لو نسيت التعليمات او نسيت اي شيء او سيرفر صار لك فترة ما عملت عليه
موجودة دائما هذه ستيكرات على ظهر السيرفر يوضح لك كيفية تركيب الرامات وكيفية الفتح والتعرف على القطع واحدة واحدة. نفتح الغطاء هسه. هذه القطع البلاستيك هي تساعد على تبريد الرامات، الحفاظ على التبريد اول باول. هذا بالنسبة للمازني كارد اللي اشر عليه من شوية انه كيفية تفتحها. فدائما يكون التعامل مع هذه القطع يعني تعامل معها ب يعني لا بضغط جدا ولا يعني يكون التعامل معها مو بقوة. مجرد ما انه ممكن تفتح بعدين باصابعك. هذا اثنين سي بي يو موجود اللي هما بالعلامة الصفراء. تم تصويره يعني خلال تدريس هذه المواد اللي احنا قاعد ندرسها حاليا. تم فتح الرامات ونفس هذا الكتاب راح يتوفر. سويته على شكل PDF. تفتح بالنسبة للسي بي يو خليني اتوقف هنا. اي احد عنده سؤال نبتدي يعني بالتسلسل قبل لا نبتدي نتكلم على موضوع اليو سي اس ام. مهندس ايمن، في اي احد عنده سؤال؟ ما في أي سؤال شباب؟ ماشي. في حد عنده سؤال؟ ما سمعت.
ماشي نكمل. بالنسبة للبرنامج الـ UCSM اللي هو Unified Computing System Management أو Manager، أولا إن شاء الله أوفر لكم هذه الإيمج حتى للتطبيق العملي اللي هو اسمه Cisco UCS Platform Emulator. هذه هي إيمج، تفتح الضغط مالها وتركبها على نعمل ريستارت حتى نشوف الموضوع من الأول. وياخذ وقت بحدود تقريبا ساعة للتنصيب أول ما تركب الإيمج. وبعد ما تحمل برنامج اليو سي اس ام لازم يكون عندك برنامج جافا شغال، وهو راح ياخذ اي بي على طول من الدي اتش سي بي. اوريكم شلون تشوفون هذا الاي بي. بما يخلص هذا التحميل شوفكم السيرفر من السي سيريز، ايضا عندي فيديو. اعتقد هذا واحد من الفيديوهات بالنسبة للسي سيريز. هذا بالفيديو كان فاتح السيرفر وحاليا يركب القطع. هي جمالية هذه الأجهزة إنه هي قطع، فأنت ممكن تبدل القطعة العاطلة بس وترجع السيرفر للراك ويرجع يعمل يعني مثل ما كان. فهذه يعني اللي خلى سبب أجهزة سيسكو بمجال البلايد سيرفر والراك ماونت السيرفر نجاحها في سوق العمل. أنا هو يركب البلايد للمراوح. هذا السيرفر من نوع سي سيريز. المراوح تركيب القطع.
اكو فيديو ثاني مكمل إلى اللي هو اعتقد هذا الفيديو، هذا النوع ثاني اللي هو السي 460 على ما اعتقد. هذا النوع اللي هو يحتوي ايضا على رامات هاتس وابو، يعني انت ممكن تبدل رامات من السيرفر وهو شغال. راح هنا بالفيديو نشوف شلون، مثل ما انا قاعد اشير له هنا هذا الماجول. وقف الفيديو. اذا تشوفون هذه هي الرامات على الجانب، كل ماجول من هذولي ياخذ 6 رامات. حتى ممكن ان يكون السيرفر شغال بس مجرد ان السحبه من الراك تفتح الغطاء، شوف المشكله عندك باي ماجول تبدل الرامات المطلوبه مثل ما واضح امامكم بالفيديو. هذا هو يحتوي على 4 سي بي يوز من نوع اكسيون. شوف اذا اكو قسم من الفيديوهات صورة بالعكس، هذا ايضا واحد من السيرفر. هذا يحتوي على 2 سي بي يو، وهذه هي الباقي رامات. ممكن تسحب اي سي بي يو من عفوا من اي من هذول الماجولات وتعمل تغيير للرامات. طبعا اكو هنا موضح لك حالة الرام، يعني يعطيك حسب الإنارة 1 2 3 و4، يعني يا رام يكون عندك هو اللي موجود به العطل. ومن بالنسبة للتركيب فيقول لك هنا ممكن هذه القطعة انه تركب السي بي يو 2 حتى يكون عندك واضح، وهذا السهم مقابل هذا السهم حتى يكون تركيب مالك صحيح حتى لا تكسر البورد بورد الرام. او مثلا هذا اللي هو بالنسبة للسي بي يو 1، وموجودة هاي كلها الدلائل تساعدك على تركيب القطع بشكل صحيح. انا هو من الصعب ان توفير هذه الاجهزة التطبيق العملي، بس احنا نحاول نستعين بالفيديوهات بالنسبة لل يعني لدراستنا العملية. او مثل ما واضح معكم بالنسبة هذا السي بي يو 2، فهي الرامات تكون متوزعة على حسب وجودها بالنسبة للسي بي يو. شوف اذا اكو صور ثانية نحتاج نسوي لها مشاركة. واكون بالنسبة ل هذا هو الباور سبلاي، هات سوابل ايضا ممكن تسحبه وتبدله بال الباور سبلاي المطلوب. خلينا نشوف هذا الفيديو ايضا، فيديو اعتقد نصور. لا هذا تم تصويره، نحتاج تعديل هذا الفيديو لان تصويره بالعكس. شوف هنا لل نرجع لل VMware. هذا هو حمل ال VMware. فأول ما تدخل أول مشكلة تحصل عندك يعني تكون مستجد بالنسبة لهذا الموضوع، فأنت حتى تدخل لازم أولا تدخل بكونفيج يوزر كونفيج كونفيج باسورد. مجرد بس تكتب config password config تدخل على طول، فهو راح على طول يوضح لك، يقول لك ادخل على هذا اللينك سيسكو يو سي اس جيوي جي يو اي جرافيكال يوزر انترفيس على هذا الاي بي. هو يروح منطيك اي بي على طول، تجي على اي براوزر يكون واضح الموضوع. مثل ما قلت لازم يكون عندك الجافا شغال. احنا عندنا اي بي 172.16.127.128. هذا الموضوع هو عادة ينشرح بالسي سي ام بي داتا سنتر تحت موضوع اليو سي اس، راح يظهر لك بهذا الشكل. فانت تضغط على launch UCS manager. قبل لا ندخل على هذا بالنسبة يقول لك launch KVM manager. ال KVM هذا عادة اكو
سوفت وير ثاني اللي هو اسمه سيم سي بالنسبه للسي سيريز، سي اي ام سي تستخدم وياه. اكو الكي في ام اللي هو كيبورد فيديو، كيبورد فيديو ما مو فاكر الام. انت ممكن تركب كيبورد وممكن تركب في جي اي على مونيتور، وممكن تدخل عليه على طول بالنسبه للسيرفر، خاصه بالنسبه للسيرفرات اللي هي هات سوابل، يعني هي بمكانها ان انت ممكن تغير الرام مالها وتغير تغير المراوح او على حسب حاجتك لها. نضغط على هذا، لا يقدر، نحاول بدون تحديث. اول مره تدخل لوجن على طول بدون يوزر نيم بدون باسورد. هذا هو اللاب اللي انت راح تتعامل معه، هذا اللي هو اهم جزء بهذا الموضوع بالنسبه لليوم. بالنسبه لليو سي اس مانجر، وبالنسبة للسي سي ان يشرح عنه في شيء بسيط، اكو اسئله بسيطه. بالسي سي ان بي يتطرق له بتفاصيل ممله، يعرفك كيف تعمل امبلمنتنج وديزايننج وشلون تتعامل مع الاجهزه بالتفصيل. خلونا ناخذ فكره عنه. فانت مجرد ان تضغط على اكويبمنت يعني المعدات، تشاسي، تفتح هذا الشاسي، مجرد تضغط على تشاسي بهذا الشكل يظهر لك هنا هذه هي السيرفرات امامك اللي هي 8 سيرفرات، اللي هي هذه الهاف وث. الهاف وث يشيل 8 سيرفرات مثل ما قلنا على 8 سلوتات. بس مثلا عندنا السيرفر البي بي 420 420 يكون من الطول للطول اللي هو فول راك، فممكن يكون واحد هنا وعندك 6 هاف وث. انت اي سيرفر عفوا اي سيرفر تحب تتعامل معه، مجرد انه تضغط على السيرفر مثلا مثل ما ذكرت سابقا، تضغط عليه اثنين كليك راح يفتح لك السيرفر بشكل مستقل. انت هنا تتعامل مع السيرفر. كيفية تحديد المشاكل اللي موجودة بهذا السيرفر من خلال اللي هي الفولت سامري. بالفولت سامري يوضح لك المشاكل اللي موجودة عندك بالسيرفر. من هنا ممكن تعمل ريسيت، من هنا ممكن تعمل ريكفري سيرفر، تعمل سيرفر مينتيننس على حسب حاجتك انت بالنسبه للمشاكل اللي متوفره عندك. فاول ما تضغط عليه للسيرفر مينتيننس يقول لك ري اكنولجمنت. ري اكنولجمنت هذا تحتاجه بعد ما ترجع السيرفر للشاسي. بس لما تريد تسحبه من الشاسي تضغط على ديكوميشن. مصطلحات العمل احنا نستخدم ديكوم، فهو ديكوميشن. تضغط على اوكي، يقول لك ار يو شور يو وان ديكوم، يس مينتين سكسسفولي ستارتد فور سيرفر 1. هذا السيرفر بعد ذلك تروح انت داخل الداتا سنتر تسحب هذا السيرفر، تعمل الصيانة المطلوبة له بتبديل الرامات او تبديل سي بي يوز او تبديل مازين كارز او تبديل المذر بورد كلها على حسب حاجتك له. رجعت السيرفر للمكان المطلوب، كل اللي تعمله تعمل ري اكنولجمنت سلوت، تضغط على يس ويرجع السيرفر مكانه. فيبتديها خلال هاي الفترة ساعات ياخذ منه 15 دقيقة إلى 45 دقيقة على حسب اللود أو على حسب الكونفجريشن اللي متوفرة داخل السيرفر، حتى ينقلها من خلال برنامج الفي موشن. ينقل كل الأبلكيشن إذا كانت منتقلة للسيرفر 1 أو للسيرفر 2 أو 3 يرجعها للسيرفر الأصلي، وتتعامل ويا من خلال الـ FSM
الاف اس ام مثل ما تسوي حاليا هو بروجرس ان ستاتس، فيتعامل وياك كانما انه هو يعني من خلال هذا الايميليتر يتعامل معك انه هو ارض واقع. بشوفه حاليا هو يحمل الحاله مالته اللي هو ديسكفر، وهذه هي نفس الحياه العمليه اللي هي داخل الداتا سنتر. لما يكمل الاف اس ام تدخل على جنرال، وجد واضع امامك. هذا هو السيريال نمبر بالنسبه له، وما عندك هذا مثل ما ذكرت سابقا ال LED light، هذا تقدر تضغط عليه حتى تتعرف على مكان السيرفر. بالنسبة للميموري فينطيك هنا الناتج، فانت لازم يكون عندك ال effective memory اللي هو هنا 65000 اللي هو حوالي 6 جيجا بايت. لازم يكون عندك هذا الرقم مطابق لهذا الرقم، اذا كان اكو مخالفة بين الرقمين معناه واحد من الدمس عندك مو شغال، وهذه هي يعني مشكلة بحد ذاتها. نرجع على ال FSM حمل 100%، ماكو اي مش. نرجع على جنرال نتأكد، فمن جنرال نطانا 000 معناه هذا السيرفر شغال بحالة ممتازة. بالنسبة لترن اوف، هذا ال LED تضغط عليه حتى بداخل الداتا سنتر، حتى لو كنت انت مثلا بالقاهرة او كنت ببغداد الداتا سنتر يكون بدولة ثانية او محافظة ثانية، تضغط على ال LED حتى المهندس او التكنيشن الموجود بالداتا سنتر يقدر يتعرف على السيرفر بالشكل المضبوط. بالنسبة للانفنتوري اللي هي خلينا نقول عليها مثل خانة جرد، هي لو كان يعني سيرفر جديد فانت لازم تعمل ابديت طبعا للبايز فريم وير. الزبون او العميل او الكاستمر يوفر لك يطلب منك فريم وير معين ان ترجع هذا الفريم وير مثلا ل 2.1 او 2.5 على حسب ما هم يتعاملون وياه. هذا هو مثل ما ذكرت قبلها السمسي نتكلم عليها بعدين. نتكلم عن السي بي يو، شوف السي بي يو الحاله مالته بنطيق، يقول لك هذا اكزيون زين سي بي يو، سي بي يو 1 نمبر، عدد الكور ماله 4 كور، الثريدز بي 8 ثريدز اللي هو السبيد مالته 2.93، الكور عندك الافيلبل اللي متوفره 4. الستاتس مالته تتاكد من هذا الموضوع قبل لا تخلي التكنيشن او المهندس يغادر مكان العمل، تتاكد انه هو يقول لك اوبريبل والثرمومال مالته هو اوكي. تاكد من هذه الحاله قبل لا المهندس او التكنيشن يغادر المكان. بالنسبه للميموري مثل ما واضح قدامك هنا ينطيك تفاصيل اول باول، مثل ما ذكرت سابقا انه هذا مثلا اي 0 او اي 1 عندك. هنا اللي ظاهره هي بالشكل الاخضر اللي هي ميمورا، عفوا الميموري اللي هي يعني اللي موجوده على الـ على الـ البورد. فاحنا اي 0 اي 1 بالنسبه ان احنا لازم نشوفها هي وين موجوده. هنا عندك الدي والسيز وعندك البي، هذا اللي هو اي 0 او اي 1 ومثل ما موجود. بالنسبة للفريم وير حتى لما ترجع السيرفر لحالته، تدخل على update فريم وير اولا. الفريم وير يا اما يكون عندك على يو اس بي فلاش او يكون موجود على او موجود على الكمبيوتر نفسه اللي انت بتتعامل وياه. تدخل له من خلال اول مرة تدخل له من خلال كونسول كيبل، تركبه على ال FI الفايبر انتركونكت، وتروح تدخل بهذا الشكل. لازم يكون عندك الفريم وير بالنسبة من للبايوز والسيمسي كنترول هنا لازم يكون كلهم يعني مثلا هنا 3.0 3.0 3.0، لازم هذول الثلاثة يكونون نفس الشيء. هذا مهم جدا. لما تسوي اكتيفيت للفريم وير هنا عندك تتاكد ان انت مستخدم نفس مثل ما ذكرت نفس التطبيق
بالضبط. احنا هنا ساعدنا السيرفر معنا عندك هنا اللي هو 3.0، ولما تفتح الادابترز راح ينطيك الفريم وير مالتك يكون 3.0 3.0 كله متكامل. بالنسبة لل FIIO modules اللي هو موجود عندك اللي هم يكونون عفوا هذا الفايبر اكستندر، هذا اللي هو فايبر اكستندر 1 فايبر اكستندر 2 اللي هم هنا موجودين. بالنسبة للمراوح تعرف على المراوح وعلى الحالة مالتها، وايضا كل واحد من عندهم ينطيك فولت سامري موجود بيه ينطيك الحالة مالتها البرفورمانس مالته اوكي، الحالة مالته انه اوبريشن فولتس اذا تريد تعرف اي فولتس اي مشاكل موجودة بالسيرفر يوضح لك اياها من هنا. عندك للبي اس يو اللي هي الباور سبلاي، هذا باور سبلاي 1 و 2 و 3 و 4 فممكن تقول له شو نافيجيتر حتى ينطيك حالة يعني حالة الباور سبلاي لك هذا الحالة مالته ينطيك 0 0 0 ما عندك اي مشاكل. ومثل ما ذكرت بالنسبة للسيرفرات الفايبر انتر كونكت احنا المفروض يورينا هنا الفايبر انتر كونكت فايبر انتر كونكت 1 و 2 بي اي 1 واللي مستخدمه هنا. انتم ممكن طبعا على فكره من بدايه ان شاء الله اوضح لكم هذا الموضوع، ممكن تضيف اجهزه وترفع اجهزه على حسب الديزاين اللي انت عامله. وهنا انا ماخذ فايبر انتر كونكت اللي هو 4 بورتس مثل ما واضح معكم. من احمد قلت هذا ميني ايميليتر على العموم ميني يو سي اس ايميليتر. فانت هنا بالمواضيع السي سي ام بي يبدا يوضح لك مواضيع which does not have an FI. لا انا عندي واحد بي موجود بي اف اي فايبر انتركنك كامل بالفيرجن قبل هذا او جيد على ما اعتقد. فانت هذول البورتات كل بورت معدوم، انت ممكن تضغط على اي بورت من هذول ممكن تعمل له ديسيبل بورت او ريكونفيجر او انكونفيجر او تقدر تقول له شو انترفيس على حسب الديزاين اللي متوفر لك. وممكن تشوف الحاله مالته ايضا ينطيك الايفنتس مالته. وهذا ايضا بالنسبة للفاينانس فلو حصل اي مشكلة في البورت شو يحصل. اللي يحصل انه هو وهي فائدة هذا السوفتوير انه يوضح لك وين المشكلة اللي عندك. فهي عادة بهكذا ديزاين يعني بهذه الاساليب من الديزاين مثل ما قلت الشاسي يعني اوضح لك بالصورة هنا أنا اكثر وين على لينا. شوف مثل ما شوف بالواقع العملي هو بهالشكل عندك اف اي، هذا الاف اي اللي هو اعتقد هذا 61 اي هذا اللي فدائما الشاسي لما يكون بهذا الشكل يكون فوقه 2 اف اي اللي هو فايبر انتر كونكت. فدائما يكون اللي بالاعلى اللي هو هذا انا بدي اشير عليه بالوقت الحالي هذا اللي يكون هو البرايمري وهذا يكون اللي هو الباك اب السكندري. وفي قسم من الشركات انه تعمله اكتف اكتف
احنا بالواقع العملي يعني لو اكو اجهزه حقيقيه ندخل على السي ال اي بالكماند كماند لاين نوضح لك شلون تكتب الكونفجريشن، بس هو معظم الشغل بهذا الموضوع انه التعامل مع الجوي. فدائما انت لو حصل عندك مشكله بهذا البورت فالباك اب مالتك اللي هو البي فايبر انتركونكت بي هو اللي يغطي الموضوع، حتى لو عطل عندك الاي كله بالكامل تحصل عندنا. يعني انا اليوم كان عندي تيكت مع ريد هات بهذا الموضوع، كان عندهم فايبر انتركونكت اي اللي هو كان 6296 اللي هو 96 بورت، فهذا كان كله عطل، فتحول العمل على كل الباك اب اللي هو البي، وهذا هو اسلوب التركيب مالته. فاي مشكله بالبورت انت عندك احتياطي، يعني لو كنت عامل هنا هذول الاول اربع بورتات مربوطين مع الفايبر اكستندر، فالبورتات الثانيه اللي هي مربوطه مع الفايبر اكستندر هنا فهي نفس الكونفيجريشن متركبه على الاف اي البي يو اف اي 1. شكرا. انت تعرف الكهرباء بالعراق، يا ريت لو تقولها ثاني لان ما يعني اتكلم احسن، ما يعني ما لحق اقرا الموضوع. anyway حتى لو بالنسبه للكهرباء احنا حتى هنا يعني كداتا سنتر انه اذا اكو مشاكل بالعراق في اي مكان انت لازم يكون عندك يعني المولدات. مثلا بوحده من الداتا سنتر اللي اعمل بيها موجوده حوالي اربع مولدات من تنطي واحد ميج، فاي مشكله احنا مثل ما نسميه بالعراق الكهرباء الوطنيه، يعني الكهرباء اللي هي اللي تتوفرنا من قبل، يعني الكهرباء اللي تتوفر من الحكومه حتى لو انقطعت عندك مولدات معموله يعني محسوبه حساب لهذا الموضوع، فيعني يكون مطمئن من هذا الموضوع. وبعدين هذا قسم عنده انه اصلا مركبات على يو بي اس يعني احجامها كبيره وتنطي فولتيه عالي جدا، فمحسوب حساب هذا الموضوع. فالداتا سنتر قبل اول ما ينبني يعني شركه كهرباء تلزم هذا الموضوع وتوفر هذه الخدمات اول باول، ما راح يعتمدوا على الكهرباء الرئيسيه بس، يعني مستحيل. انت يعني مثل هذا الشاسي هذا ممكن يشيل ثلاث اربع شركات، يعني تعمل عليه كلاود كامل. بس يعني اغلق الفيديو على مود بس على مود الانترنت، حتى لا انا من ناحيتي ما عندي مشكله، انا الخط مالي 150 ميجا بايت ميجا بيتس العفو، بس حتى لا يصير بطء بالتسجيل. لا واكو اكثر من تو باور ريسورسز، يعني انت حتى هنا لما تستخدم واحد واثنين وعندك ذول احتياط. نرجع للإيميليتر. حتى هنا يعني بالنسبه لل نروح لل قبل لا ادخل على الراك ماونتد سيرفرز، احد عنده سؤال؟ ماك سؤال اليوم؟ يعني ما اريد احس اني الواحد قاعد احكي. عماد تكلم، ما اريد اسمع صوتك. اسماعيل كمل ماشي. يلا اتمنى عندكم اسئله يعني قبل لا ننتهي. موضوع الفيما ممكن توضيح لي اكثر؟ انا ليش ما اتكلم اسمع صوتك احسن؟ ما الفي موشن الفي موشن بصراحة يعني كل مواضيع الفي ام وير، يعني لما تيجي هنا تحت الفي ام
تحت السان واللان والسيرفرز، وبالنسبه للادمن يعني هنا انت الادمن عندك يشتغل وياك كانما انت تعمل اكتف دايركتوري، ومن هاي المسائل يعني. وممكن تعمل لان كلاود وتعمل سان كلاود، يعني المواضيع هي اصلا يعني انا حاليا قاعد احضر السي سي اي، مواضيع يعني بالسي سي اي، فما اريد يعني اربك المعلومات عنكم، انا اريد اتطرق لموضوع الهاردوير وموضوع اليو سي اس ام حتى يكون عندكم فكره. لانه يعني انا واحد من الناس سابق كنت اعاني من الاجهزه يعني لغايه ما الحمد لله ممكن انقل كل اللي على السيرفر الى سيرفر. نعم ممكن تنقل اي سيرفر الى سيرفر ثاني، واللي هو اصلا شاسي مصنوع لهذا الموضوع. عن طريق الفي موشن طبعا. لانه هو اصلا يعني موضوع اليو سي اس اليونيفاي كمبيوتر سيستم هو يعني عباره عن دمج بين الفي ام وبين اجهزه سيسكو. والهاردات فاير اكتب لي بالانجليزي حتى لو تتكلم. الفايبر ما فهم سؤالك لحد الآن. في نوع من الهاردات فايبر صح؟ هاك أبو أربع بورت لازم كل بورت. خلونا نكمل وجاوبكم على أسئلتكم، لأن أحب يعني أسمع صوتكم حتى تكون أسهل إلي إنه أفهم هذا الشيء. خلينا نكمل بالنسبة للراك ماونتد ونشوف وين نحتاجه وشنو أسبابه وشنو تأثيرها المالي يعني بالنسبة للديزاين. بالنسبة للراك ماونتد سيرفرز اللي هي عادة تكون السي سيريز، بالنسبة للسي سيريز هذا هو نوع من هذا اللي هو سي 220 ام 3. هذه هي هارد درايفز بالامام 1 2 4 6 8 هاردات، او عندك ايضا هذا اللي هو سي 220، عندك هذا اللي هو ال 240 ام 3. هذا طبعا بي فيرجنين، واكتشفت هذا الموضوع اليوم لما كنت برايد هات كملنا مشروع مالهم هنا في ولايه اريزونا. ركبنا حوالي اعتقد 50 سي 240 ام، اعتقد الام 2 واكو ام 2 وام 3 لان يختلفون هنا بشكلهم من ناحيه الهارد درايف. موضوع بالسي سي ام بي موجود مهم جدا بالنسبه لليو سي اس، اللي هو انتجريت السي سيريز لليو سي اس. شنو الفرق بين البلايد سيرفر وبين السي سيريز؟ للبلايد سيرفر يعني البي سيريز اللي هي البلايد، وبالنسبه للسي سيريز الفرق. مثلا لو انت على سبيل المثال بديت شركة صغيرة، يكون يعني الامور المادية عندك هي قليلة، فانت ممكن تستعين بسيرفر سي سيريز تتعامل وياه كستاند الون يعني كجهاز الوحدة، وتركبه على سويتشات مثل الكاتاليست ال 4500 او 6500 حسب امكانية شركتك انت. فهذا ممكن انت تعمل من عنده مثلا كهوست للشركه مالتك، او تركب عليه مثلا سيرفر، مثلا سيرفر 2012 او سيرفر مع سيرفر مثلا اكستشينج للميل، ممكن تركب عليه اللينكين بالنسبه للفويس وقضايا الفويس والشاتنج.
فهذا سيرفر يكون كفاية مبدئيا، يعني انه يعني كلفته تكون بين 3000 الى 10000 دولار تقريبا، حسب امكانياته وحسب انت الكونفجريشن اللي تحتاجه وحسب يعني انت متطلبات عملك. فهذا هو سبب وجود السي سيريز. فمثلا مستقبلا انت طورت الشركه، فتحت اكثر من فرع، موضوع الكلاود عندك او موضوع الفي ام انه كبر عندك، فانت ما تريد تستغني عن هذا السيرفر او ما حبيت تبيعه او هيك شيء، فانت ممكن تسوي انتجريت من سيمسي لليو سي اس، اللي هي من خلال تروح للفايبر انتركونكت، تروح للبرايمري او على حسب الديزاين مالتك شلون يكون موجود. مثل ما قلت هنا بالفايبر انتركونكت طبعا تكون بورتات عندك اكثر عدد، اللي هو 48 بورت او 96 بورت، مجرد انه تضغط على الرايت كليك على البورت وتسوي له كونفجريشن. المفروض احنا يشوف لنا نسوي له كونفجر بورت از سيرفر. المفروض اكو هيك اوبشن المفروض نشوف لنا احنا هنا، خلينا نسوي له ديسيبل مبدئيا. And I will be down after 2 minutes. زين زين show navigator internet enable all ports enable all server ports مثلا. مو من كل بورت انت ممكن تخليه مثلا فايبر شانل اوفر ايثرنت اب لينك بورت، اذا كان مثلا انت مربط للام دي اس عندك سان نتورك او هيك شيء، عفوا بالنسبه للستورج بورت، او تقدر تسوي بهذا يعني هو مو اوبشن كل صحيح، بس يفضل ان تسوي له كونفيجريشن از بورت سيرفر، وتعمل وتربط هذا البورت بالنسبه للسي سيريز راك ماونت سيرفر، وبهذا الحاله هي حصلت عندك عمليه الانتجريشن، انه اصبح يعني مثل ما هو حاليا مسوي لك هنا انا باليو سي اس. عندك هنا البورت انيبل بالنسبه حسب هذه مانجمنت انترفيس، انت ممكن انها تخلي له مثل ما موجود هنا عندك لوكال اي بي بالنسبه له. جود لايك انجينير عمار، اهلا وسهلا. لحد هنا احد عنده سؤال بالنسبه لهذا الموضوع؟ يعني يا ريت تفتح المايك ماله يتكلم حتى يكون السؤال واضح اكثر. عمر تسمعني؟ اسمعك حضرتك. احمد. احمد من امريكا كاليفورنيا. اهلا وسهلا بك، تفضل. استاذ عمار، بس يعني اذا ممكن بس توضح لنا بصوره بسيطه الفرق بين البلين سيرفر والكلاود، وال يعني شويه عندي خلط بالمفهوم مالتين، او يعني بس فكره سريعه. يعني كلاود الداتا سيرفر العادي، سيرفر ماشي سيرفر. احب اسالك سؤال، انت يعني انت تشتغل بالمجال؟ اي انا اشتغل بالمجال، بس انا مختص يعني اكثر شيء بالراوترات والسويتشات، يعني راوتنج سويتشنج راوتنج سكيورتي او وايرلس. يعني انت عندك سي سي ان اي مثلا سكيورتي وراوتنج سويتشنج؟ انا عندي سي سي ان اي راوتنج وسويتشنج، وحاليا راح اخذ السي سي ان بي راوتنج وسويتشنج ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله. ماشي. بالنسبة لل مثل ما قلت البلايد سيرفر، هي مثل ما قلنا بلايد سيرفر بالنسبة للبي سيريز، وبالنسبة للكلاود، الكلاود هي كلها عبارة عن يعني خلينا نقول عبارة عن هارد درايف
مكان للخزن. خليني ندخل على اللان نشوف في شيء، او خلينا ناخذها بشكل مبسط اكثر من هذا. انت مثلا لو عندك اكو قسم من الهاردات يحتوي على انترفيس، يحتوي على انترفيس مثلا جيجا بت اثرنت. من الراوتر تاخذ كات 5 او كات 6، من الراوتر على طول للهارد درايف اللي عندك مثلا بالبيت، وتسوي بورت فورورد من الراوتر مالتك حتى انت تقدر تدخل على هذا الهارد درايف مثلا من الخارج. مثلا انت لو رحت خلينا نقول الولايه نيويورك، من نيويورك انت احتاجيت معلومه، احتاجيت صوره، احتاجيت اي شيء. يعني كاف تي بي سيرفر او تي اف تي بي سيرفر او اي نوع من السيرفر. هو هنا بالضبط راح يتسمى تسمى برايفت كلاود، لان انت الوحيد اللي تستخدمه. صحيح. بس اذا انت مثلا سويتها بابليك اي بي وعندك مثلا يوزر نيم وباسورد، او عندك مثلا زبائن يدخلون على الهارد درايف ينزلون منه معلومات او صور او يسوون شير، مثل عندك مثل امازون، عندك مثل الاي كلاود بالايفون اللي احنا هسه حاليا، يعني مثلا لو تليفونك بعته انت سو باك اب للمعلومات مالتك على هذا الكلاود اللي هو الهارد اللي عندك بالبيت. مجرد ان تشتري تليفون جديد تسوي السينك للهارد درايف اللي عندك، على طول ينزل لك المعلومات كلها اللي موجوده. فهي هاي فكره الكلاود بشكل عام. بس احنا هنا بالنسبه للداتا سنتر بشكل عام، داتا سنتر داخله مثل اجهزه الاي ام سي. الاي ام سي هي عباره عن ستورجات مال يعني للهاردات. اقدر يمكن اشوفك صوره هنا هسه مثلا بالجوجل، ان هي الاجهزه ندخل على جوجل على طول. يعني استاذ قصدي الفائده منها، الفائده من استخدام الداتا سنتر بهذا الشكل، يعني مثلا عده سيرفرات بمكان واحد، لاختصار للحجم بالنسبه للراكينج، ويعني الكيبلات يعني نعرف احنا هذا الموضوع. بس قصدي الغرض من عده شنو؟ يعني بس كانه ما نسوي ريدندنسي ولود بالانسينج، وعندنا مثلا نوفر خدمه 24 ساعه و7 ايام متواصلة. يعني إذا عطل سيرفر الثاني، هي الـ 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 الفكرة من الموضوع. أولا خلني نجي من جانب ثاني بالنسبة لفائدة الكلاود يعني بهذه الأيام. يعني مثلا أنا كان عندي اليوم يعني كنت بريد هات، يعني ريد هات بالنسبة لولاية أريزونا اليوم أخذوا مكان. احكي على فكره ثانيه بالداتا سنتر بعدين. فهم كداتا سنتر مالهم عندهم يوفرون للكاستور مالهم اللي هو اسمه ويب سيرفر ابلاينسز، اعتقد دارس انت بالسكيورتي هيك موضوع. هذا السوفت وير للحمايه. او ناخذ فكره ثانيه بالنسبه للكول مانجر اكسبريس. كول مانجر اكسبريس سيسكو يعني تشارجك، تاخذ منك تشارج، او خلينا نقلل المصطلحات الانجليزي حتى الناس الثانيه تفهمنا. الكول مانجر اكسبريس مثلا انت لو عندك مثلا خلينا نقول 100 مستخدم داخل الشركه، بس سوي منك ميوت من يمك حتى من احكي حتى لا يصير هذا النويز بالتسجيل. تسمعني؟ فانت مجرد انه تجيب اللايسنس مال الكول مانجر اكسبريس تركبها على البلايد سيرفر او الراك ماونتد بالنسبه للسي سيريز، انت تقدر تسوي لها فيرتشواليزيشن، يعني تسويها نسخ وهميه حتى انت ما تشتري مثلا اكثر من نسخه، تشتري نسخه واحده تخلي كل الشركات تدخل عليها مره واحده. او تبسيط الموضوع اكثر، مثلا انت لو انت شركه تصميم وعندك 10 مصممين 10 حاسبات يراد لك 10 نسخ فوتوشوب، فانت ممكن تركب نسخه واحده مال فوتوشوب وبقيه اليوزرز يدخلون عليها كويب ابلكيشن، يدخل عليها من خلال الانترنت، ينفتح قدام انترفيس مال فوتوشوب،
ويسهل له الامر بدل ما تشتري 10 نسخه. يعني النسخه الواحده مال فوتوشوب سعرها $1000، او نسخه 3 دي ماكس او المايا بالنسبه للجيمنج سعر النسخه حوالي $3500 غير البلاجنز. تشتري نسخه واحده، فلو عندك يعني الفائده الثانيه، لو عندك مستخدمين مثلا خلينا نقول بالعراق، عندك موظف ساكن بالعراق ويشتغل وياك اونلاين، فيقدر يدخل من خلال الفي بي ان اونلاين على 3 دي ماكس ويتعامل وياه ويا البرنامج، احسن ما تشتري نسخه ب $3500 وتدز اياها للعراق. واضح هيجي؟ واضح واضح، كلش واضح. اي، ففكره وجود الداتا سنتر ان انت انه هي تحتوي على معلومات كبيره. يعني مثلا عندك في شركه ستاربكس، يعني ستاربكس عندها 7000 فرع بامريكا بس، زي كل معلومات الزبائن، كل معلومات موظفين الشركه، بالنسبه للبرنامج مال المبيعات مالتهم، يعني البرنامج مبيعات مالهم ضخم جدا. يعني انت لما يكون عندك 7000 مستخدم ساعة 8 الصبح كلهم اونلاين، انت لازم يكون عندك سيرفر بامكانيات عالية. وانت جرب هسه مثلا لو تستخدم الهارد درايف اللي عندك، راح تكون عندك ديلي، راح يكون عندك تأخير طويل لغاية ما تحمل المعلومة. بس لو عندك مثلا هذا الانترفيس مالك يدعم الفايبر شانل، من يدعم الفايبر شانل، فايبر شانل تنطيك سرعة من 10 جيجا بيتس فما فوق، لان يحول لك من ايثرنت الى فايبر، اللي هو البروتوكول اسمه فايبر شانل اوفر ايثرنت. ايثرنت اللي هو كيبل فايبر، كيبل الايثرنت، والفايبر اللي هو السرعات العاليه اللي هي سرعه جيجا فوق. صحيح، واضحه الفكره؟ استاذ واضح. وهو هذا سبب وجود الداتا سنتر، حتى يدعم لك سرعه عاليه جدا، يعني بالنسبه اذا لك، اذا او يعني اذا الشركات او الاشخاص. لا الحقيقة وفرت لي أكثر من فكرة، يعني هسه تقريبا الصورة عندي واضحة وكاملة. ماشي، وحاضر أنا لأي سؤال، يعني إن شاء الله دزلك رقم تليفون اتصل بي أي وقت ما دام أنت هنا. شكرا شكرا أستاذ. أهلا وسهلا. أحد عنده سؤال ثاني شباب؟ عماد تفضل. عماد ثالث تقريبا ممتاز حول مشاركة برنامج 3D بوركتوم. على فكرة اني اسمعني استاذ عماد. لا ما اسمعك عماد. راح اشرح لكم موضوع ثاني بالنسبه لفوائد اذا احد فاتح المايك خليه يسده بلا زحمه عليكم. اتفضل كمبيونت. استاذ ايمن ممكن تشوف الشات، ما شلون اوصل للشات حتى اعرف اقرا اسئله الناس. لا اعتقد هنا وصلت له زين. مثال تقريبا حول 3 ماكس بروتو، هذا البرنامج فوتوشوب يكون نفس الكفاءه البرنامج في جهاز الديسكتوب، لما يظهر كيفيه الدخول. أحمد الدسوقي، لا أنت بالنسبة للديلي وللمشاكل، يعني هو بس خلينا نقفل المايك حتى يكون الصوت واضح بالنسبة لكم.
ماشي. واحدة من الأسئلة مثال تقريبا، مثلا برنامج فوتوشوب يكون بنفس الكفاءة البرنامج لو يعمل على جهاز الديسكتوب. طبعا راح يعمل وياك، طبعا انت حسب الاجهزه اللي راح تتعامل وياها. انت لما تتعامل اجهزه مثل، يعني انا ما ارد اقول بس سيسكو، هواي اكو اجهزه ثانيه، عندك ديل، عندك اي بي ام، عندك بالنسبه للفي ام، قضايا الفي ام عندك سيتركس من الشركات العملاقه جدا. يعني مثل السيرفرات، انا تعاملت مع سيرفرات مثلا الاي باي وباي بال، وبالنسبه لل يستخدمون سيتركس، انا شفت بالداتا سنتر مالتهم، وما يستخدمون في ام ايضا. انت الابلكيشن مثلا اللي اذا نقول هو مثلا فوتوشوب، او هو مثلا برنامج لصيدليه، او برنامج مثلا لمجموعه مطاعم، انت الابلكيشن لما توفر عندك على، لازم يكون عندك سيرفرات بتقنيات عاليه جدا، يعني بامكانيات عاليه جدا. يعني احنا مثلا البي سيريز نتكلم عنه، يعني من الرامات اللي متوفره داخله هي اقل شيء تيرا بايت، تيرا بايت يعني 1500 جيجا بايت. زين، انت بالشاسي عندك اكو 8 سيرفرات لهذا الموضوع، فانت يعني عندك اذا نقول 6، يعني كل سيرفر عندك تيرا بايت ونص، فطبعا راح ينطيك الاداء المضبوط، وخاصة لما انت يكون عندك بورتات مثل فايبر شانل اوفر ايثرنت، يعني هذه تدعم سرعة عالية جدا، تدعم يعني من سرعة 10 جيجا بت، وعندك ال 20 جيجا بت، وحتى لغاية ال 40 جيجا بت. بعدين عندك سويتشات النكسس ال 7000، هذه تحتوي على امكانيات اللي هي يسموها زيرو باكت لوست. زيرو باكت لوست يعني ماكو، يعني البرودكشن يعني الاداء مالها فعال اكثر من 1000%، فطبعا تنطيك امكانيات عاليه جدا. بس اذا انت تستخدم اجهزه ضعيفه، طبعا لا، ما راح ينطيك الامكانيات اللي مضبوطه. شلون راح يشتغل برنامج فوتوشوب؟ سهل جدا، ان انت بس مجرد تخلي، انت حتى لو سويت السيرفر مثلا ويندوز سيرفر 2012 بالبيت عندك، وعندك جهاز متمكن، انت ممكن تسوي انتجريت للفوتوشوب من خلال ابلكيشن سيرفر، ويكون عندك هو السيرفر، عفوا برنامج فوتوشوب هو اصلا متنصب داخل السيرفر، وتنطي وتعمل في بي ان، وتخلي المستخدمين مالتك يدخلون من خلال في بي ان. وقبل ما تدخلهم على الفي بي ان لازم تسوي لهم انتجريت على اكتف دايركتوري. هاني احمد تكلم. الو اسمعك. كان اسمع المحاضرة، مش قادر اسمع، مش عارف، ما سمعتك. مش سامع المحاضرة انا. ماشي، اتكلم مع المهندس ايمن وشوف، خليه يساعدك اذا عندك مشكلة. باشمهندس عمار، اتفضل. لو سمحت، انا بس كنت دخلت متأخر لان كان عندي مشكلة في الانترنت، ففي ماتيريال ولا حاجة هنقدر اتابع منها او اقرا بس اللي فاتني من اول المحاضرة؟ ان شاء الله ماكو اي مشكله. احنا يعني المحاضره اصلا تحت التسجيل، هي المده مالتها طالت حوالي ساعه او شيء، بس هي بالبدايه كلها يعني معظم الشغلات راح تكون موجوده بالتسجيل ان شاء الله. تترفع على النت ان شاء الله، وتترفع على الجروب. ان شاء الله. تمام، ماشي يا فندم، عندك شكرا. اي سؤال بالنسبه لليو سي اس؟ والله انا لسه داخل، فانا لسه مش عارف ايه الموضوع. فانا هبتدي اتابع معاك من دلوقتي، بحاول لو في حاجه تقدر توضحها مثلا بجمله او كده، او مختصر بحاجه انت قلتها، ماشي يا ريت يعني، معلش، عشان اقدر بس ابقى مكمل معاك وانا فاهم يعني. ماشي أحمد، ماشي، ماشي، شكرا. أهلا وسهلا أحمد. إحنا تكلمنا من شوي على كيفية تركيب ال UCS Cisco،
سيسكو يونيفاي كومبيوتنج سيستم بلاتفورم ايميليتر. هذا البرنامج يعطيك تدريب واقع عملي للاجهزه السيسكو، يعني للسيرفرات سيسكو بالاحرى. بس لا، ايمن لو سمعت عندي مجموعه اسئله، بس انتظرني لحظه وارجع اسمع اسئلتك كلهم، ماكو اي مشكله، بس خلي اوضح بالنسبه لايمن، وهي ايضا مراجعه. يا احمد، بالنسبه للموضوع ان انت مجرد ان تركب الايمج، اللي ما عنده معرفه يعني لو ما عندك معرفه بالفي ام وير، فممكن فيديوهات كثيره موجوده من الزملاء انت تطلع على كيفيه تركيب الايمج على الفي ام وير. مجرد توصل لهذه المرحله، خليني اطلع حتى اشوف هذه المرحله، انه مجرد انه تضغط اكس مثل ما موجود قدامك هنا اكس، هتطلع فتدخل ب تدخل بيوزر كونفيجريشن وباسورد كونفيج، اللي هو كذلك يعني كونفيج، وعندك كونفيج، وراح يظهر لك هذا الاي بي اللي هو سيسكو يو سي اس جيوي، اللي هو جرافيكال يوزر انترفيس، على هذا الاي بي. فمجرد انه تدخل على اي براوزر انت تتعامل وياه، يفضل انه فايرفوكس او يكون انترنت اكسبلورر، تخلي الاي بي هنا راح يظهر لك بهذا الشكل، تسوي له لانش يو سي اس مانجر، وراح يظهر لك يوزر نيم باسورد تخليهم بلانك، وتسوي لوج ان. لما تعمل لوج ان راح تدخل هذه الصفحه، ولازم يكون عندك متوفر برنامج جافا حتى تقدر تدخل لهنا. بالنسبه لل او اول ما يظهر لك، راح يظهر لك بهذا الشكل، هو اول مره يظهر لك هذه هي السيرفرات شلون متربطه. فتدخل على شاسي برايمري. انا ذكرت بالنسبه للموضوع انه لو تريد تفصل السيرفر من الخدمه، يعني من البرودكشن، مجرد تضغط عليه يا اما رايت كليك او تضغط اثنين كليك، يفضل رجع جنرال، اسف. بعد ذلك انت ممكن تشيل السيرفر، مجرد انه تعمل له اسف مجرد ان تختاره وتعمل سيرفر مينتيننس، راح يعطيك الخيار انه تسوي له ديكوم، اللي هي ديكوميشن، وتفصل السيرفر. راح يظهر لك بهذا الشكل، اللي هو انتظر ثواني بس. فتدخل للداتا سنتر، تسحب هذا السيرفر، تغير الرامات او تغير السي بي يو او تغير المذر بورد بالكامل. بعد ما ترجع هذا السيرفر للسلوت مالته، اللي هي سلوت 1، تعمل ري اكنولجمنت سلوت ليس، وراح يبدا يتعرف على السيرفر. تدخل على اف اس ام، اللي هي فاينانس استيميشن، فكانه يتعامل معك كانه في ارض الواقع. فهو الحاله الستاتس مالته حاليا اللي هو ديسكفر، قاعد يتعرف عليه لغايه الان، هو ما انطانا اي شيء. هذا اوفر اول ستاتس دي ينطيك ديسكفري لغاية ما يخلص التحميل مالته. بالنسبة لأيمن، لو سمحت عندي مجموعة أسئلة، تفضل افتح المايك وكلمني. لو سمحت أستاذي، بس عندي مجموعة أسئلة. حضرتك أيمن؟ بالنسبة لل أيمن، أيمن عرف نفسك ومن أي بلد وشنو الشهادات اللي عندك حتى أعرف إمكانياتك. اسمي أيمن، سوري وعايش في الرياض، بشتغل في مبنى الامان العام لمجلس التعاون الخليجي. اهلا وسهلا. فانا بشتغل كبي سيلز كانفراستراكشر، وحاب ادخل في مجال السيسكو والشغلات هاي. ماشي تمام. فانا مبدئيا اسئلتي تقريبا راح تكون هي كانفراستراكشر، انا عم يكون في خلاف عليها بيني وبين شباب سيسكو او كذا، لحتى افهمها منهم او اتعلمها منهم. ماشي اتفضل. تمام. هلا بالنسبه للبليت سيرفر، حصرا لازم يكون الربط عليه فايبر. والله يعني 90% نعم، يعني هي البورتات كلها تدعم الفايبر. يعني مستحيل نركب له كونفرتر ونركب يو تي بي او يعني اي حلول ثانيه. هو انت حتى لو ركبت فايبر، وانت يعني حتى لو ما متوفر عندك خدمة الفايبر، سواء على مستوى العراق او على مستوى اي بلد ثاني،
انت مجرد انه تستخدم كيبل الفايبر حتى يعني لنفرض انه يكون عندك انت داتا سنتر على مستوى لان، انت تستخدم داتا سنتر بس لداخل الشركة، ما تستخدم للناس اللي برا. فاذا استخدمت الفايبر داخل موقع الشركة، ومجرد انه يعطيك السرعة العالية بعملية نقل البيانات، نقل الداتا من كمبيوتر لكمبيوتر او من سيرفر لسيرفر على حسب الانفراستراكشر اللي موجودة. فهي مو شرط انه يكون عندك سرعة انترنت بالفايبر، بس هو يعني مو شرط انه اكو انترنت فايبر، بس الاجهزة تتعامل بين يعني البلايد يتعامل مع الام دي اس، يتعامل مع اجهزة النكسس بالنسبة للسويتشات، يتعامل بيناتها كلها بالفايبر. حتى لو كان واصل له مثلا الراوتر الرئيسي عندك بالشركة، حتى لو كان واصل له مثلا خلينا نقول 20 ميجا بت، ما يضر. هذا مجرد انه الانترنت راح يساعدك من خلال السويتش النكسس 7000 او 5000 على حسب امكانيات الشركه، انه يطلعك للوان الوايد اير نتورك. طيب ممتاز. بالنسبه للاف اي الاس اف بي بيكون موجود بلت ان فيه ولا لازم ينشره خارجي طلب كطلبيه خارجيه؟ الاس اف بي حسب الاوردر مالتك يكون هذه ديلز، يعني اتفاقيات بينك وبين السيلر، فممكن مرات السيلر ينطيك اياها مجانية. هذه يعني ممتاز. طيب تفضل. بالنسبه للباور سبلاي، نحن لو عندنا اربع انترفيس او اربع بورت، لو سمح الله لو اخذوا اثنين بورتين من نفس السورس حيصير مشاكل؟ لا، عيد السؤال مرة ثانية. نحن عندنا اربع انترفيس باور سبلاي. بالنسبة للشاسي مثلا، ماشي، خليني اوضح لك الصورة هنا قدامك. مثلا اكو ذولي اربعة باور سبلاي هنا. أربعة، لو اثنين منهم أخذوا من نفس السورس حيصير في مشكلة بالسيرفر ولا لا؟ مثلا خلينا نقول انت ساكن في اربيل. لا أنا ساكن بالرياض. صور انت، ماشي، انت مثلا بالرياض يكون عندك مثلا الكهرباء الوطنية اللي هي جاية من حكومة الرياض، وعندك مثلا مولد احتياطي بأي إمكانيات ثانية. فأنت مثلا خلينا نقول الكهرباء الوطنية انه تتركب على باور سبلاي 1 و 2 مثلا، وعندك ذولي مثلا يعني ممكن متركب، وذولي ممكن يتركبون على باور سبلاي 3 ام 4. على واحدة مثلا، واحد على جنريتور وواحد على يو بي اس، واثنين ممكن يكونوا على الكهرباء الوطنية. مثلا بس هذا الموضوع انت مو اختصاصك، هذا الموضوع اختصاص راح احكي بموضوع بعد شويه، اللي هي مواضيع اللي هي يسموها داتا سنتر رينتال. يعني رينتال مو الي والك كطلاب، لا، للشركات العملاقه. هذا الموضوع متخصصين به مهندسين الكهرباء، يعني ذول يكونوا مقيمين داخل الداتا سنتر 24 ساعه على شكل شفتات. يعني احنا بقدر ما احنا كمهندسين متوفرين داخل، احنا داتا سنتر ما ندخله الا في ساعة انكو تغيير، نتعامل وياه كله دائما ريموت. فاي ممتاز. واحد يعني عنده مشكلة بموضوع الكهرباء، فهذا موضوع الكهرباء هو مو اختصاصنا، اختصاص مهندسين الكهرباء. طيب سؤال أخير بس لو لا سمحت. تفضل، اسأل اي اسئلة، اسأل 10 20 سؤال، انا حاضر الاجابة. طيب أنا هلا كشخص كزبون قدامي معي موجود، شلون بدي أقنعه بالبليد سيرفر كسيسكو أو أي بي إم أو اتش بي؟ في أنت بتعرف في بليد سيرفر كثير، أي على أي أساس بدي أكيد، أقنعه بسيسكو؟ على أي أساس تقنع بسيسكو؟ أنا على حد خبرتي، أنا أتعامل مع الكل، أتعامل مع إي إم سي، أتعامل مع أي بي إم، يعني أتعامل مع الشركات الكبرى. أنا عن نفسي يمكن أكون ناس ما يعرفون لحدنا، أنا شغال في سيسكو على طول، يعني شغال دايركتلي للسيسكو. أنا فيلد يو سي اس فيلد إنجينير للسيسكو، يعني لولاية أريزونا في أمريكا. يعني أي مشاكل السيسكو داخل الولاية اللي أنا ساكن بيها أنا مسؤول عنها. اكو ناس كثير ما يعرفون انه حاليا مو قاعد اشتغل. ف الغايه من هذا التوضيح، يعني مثلا سؤالك جيد، يعني مثلا قبل اسبوعين كنا نتكلم مع رايد هات، فالديزاينر اللي معايا واني كفيلد انجينير قالوا انتوا لازم تقنعون انه ليش سيسكو، ليش مو اي بي ام، ليش ما نجيب نت اب للستورج واي ام سي بدل ما نجيب مثلا سويتشات الام دي اس.
سيسكو حاليا يعني لتنطينا في الدعم من خلال يعني طريقين. الطريق الاول، انت كل الشركات دائما تعين حتى تصبح جولدن بارتنر لازم تعين 4 موظفين سي سي اي اي. لما يكون عندك 4 موظفين سي سي اي اي، خلينا نحكي من جانب الربح، نحكي من الجانب التجاري اولا قبل لا نحكي على المنتجات انه هي ايش قد بيها فائدتها. لما يكون الشركه يعني انت حاليا لو انت شركه وعينت 4 موظفين سي سي اي اي، سواء انه هم راوتنج سويتشنج وايرلس من اي اختصاصات، انه يصبح عندك 4 سي سي اي، سيسكو على طول تحولك من شركه عاديه الى جولدن بارتنر. الجولدن بارتنر شنو معناه؟ لما تحصل على لقب جولدن بارتنر معناه انت حصلت على تخفيض 70% من سيسكو. يعني لو البلايد سيرفر هذا الشاسي اللي هو ال 5108 سعر 10000 دولار، انت راح تشتريه ب 3000 دولار. فانت على طول المشروع مالك ربح بهذه القطعه 7000 دولار. فانت كجانب تجاري ان انت لازم تقنع بسيسكو، لان انت عندك ديسكاونت كبير جدا مع سيسكو، لانه مشاريع الاي تي دائما معرضه للخساره. اما نحكي من جانب امام الله فهم كاجهزه، لا يعني اجهزه صحيح بيها مشاكل، بس الدعم الفني من قبل سيسكو. يعني احنا هنا انا كانت عندي مشكله البارحه ويا شركه اكسبيديا للطيران. يعني تعرف شركة طيران مستحيل انه يوقف بيها السيرفر لمدة ثواني. سيسكو خلال 4 ساعات توفر الخدمات. لو عطر عندك باور سبلاي، خلال 4 ساعات مسؤول ان توفر لك باور سبلاي. ان شاء الله يخلقوه. ودائما اكو هنا أنا مصدر احتياطي موجود عندنا، يعني مراكز بسيطة للسيسكو اروح انا بطريقة على طول، او ابعث تكنيشن حسب الشخص اللي متوفر. اذا ماكو حد انا نفسي اروح اخذ الباور سبلاي واروح للداتا سنتر واغيره على طول. فهذه وحدة من اساليب الضمان مالتهم حلوة. يعني ساعات ال يعني انا اقنعك، يعني لو اريد اقنعك انا مثلا اقول اي بي ام يا الجارنتي مالهم بالعقد انه 24 اور، سيسكو لا تقول لك 4 ساعات. هذا الاسلوب انا اقدر اقنع بيه، قنعت بيه ريد هات. فغيرت غيرت الديزاين ماله كله من اي بي ام الى سيسكو، لان الضمان ماله كلش حلو، لانه على طول يعني اون سايد. على فكره يعني خلال 4 ساعات، 4 ساعات ودقيقه سيسكو تتغرم 10000 دولار على هذا التاخير. واذا عندك اي سؤال ثاني يعني حاضر. يعطيك الف عافيه، شكرا لك. اهلا وسهلا بك. أحد عنده سؤال ثاني شباب؟ عماد عندك أسئلة؟ ماشي. هي المسألة هي مو مسألة خبرات بس، يعني ما أحب إنه أيسكم إنه أنت عندك سي سي إن إيه وهذه، لا بس هذا يعتمد. يعني أنت حتى لو كنت سي سي إن إيه يعني تكون عبارة عن شخص صغير بالشركة. بس أنا عن نفسي يعني لحد الآن ما عندي سي سي إن بي، عندي سي سي إن إيه بس عندي خبرات. يعني عندي خبرات لأنه اشتغلت بإيدي، واشتغل بمنصب سي سي اي، يعني اخذ راتب موظف سي سي اي، بس ما عندي شهاده سي سي اي. عندي خبراتي جت من انه اتعرف على المنتجات، اطلع على موقع سيسكو واعرف شنو الفائده بيناتها، اسال المهندسين اللي اكبر مني. يعني ايام انا كنت مهندس صغير او كنت تكنيشن صغير قبل 5 6 7 سنوات، تقريبا 6 سنوات، فاسال اطلع اعرف هذا ليش وهذا لا. فهو هذا الاطلاع يعني يكون لك فد شيء بالشركه، والشركه تحب المهندس اللي يوفر فلوس، يعني يزيد من ارباحها ويقلل من خسائرها. يعني احنا انا عندي قسم مهندسي مثلا الساعه 2 بالليل ما يجاوب على التليفون، انا اجاوب على التليفون لانه يعني نجي من باب ثاني نقول هذا باب رزقي، انا اجاوب على التليفون. فانت لما تكون ريسبوند، يعني لما تجاوب على هذا التليفون ويبعثوك على تيكت بوقت متاخر بالليل، ما عندي مشكلة أروح أنفذ التيكت وهذا، وهو مدفوع، يعني الساعات اللي راح أعملها مدفوعة إلي. فأنت هذا يكون لك فتشي مع الشركة.
مع خبراتك مع الأجهزة، اطلاعك عليها، كل هذه وحدة، كل وحدة من علوم السوليش. يعني أنا هواي رسائل تجيني يقول لي أنا درست السي سي إن إي، بس لحد الآن أنا ما أعرف إيش أسوي. لا مو ما تعرف شو تسوي، روح نزل الجي ان اس 3، نزل باكت تريسر، وسوي لك لابات، وسوي فكرة ببالك، يعني سوي فكرة، اعمل لك 3 4 فروع، اعتبر هذا الفرع مصر، والفرع الثاني ليبيا، والفرع الثاني عمان، وواحد فرع العراق، خلي لك 4 راوترات وسويتشات، وسوي لك نتورك، واطلع، وسوي النتورك بين او اس بي اف، بين اي اي جي ار بي، واطلع على هذه المواضيع، وشوف شنو المشاكل اللي تصير عندك، شغل الواير شارك زين، واطلع على هذه البروتوكولات اللي تمر والمسجات اللي تصير، ف تصير لك خبرة حتى لو ما عندك أجهزة حقيقية، بس الباكت رايس يوفر لك. أما بالنسبة جي ان اس 3 ينطيك قابليات أكثر، بس إذا أنت تقرأ الكتاب وتمتحن وتنتظر أحد يشغلك، لا مستحيل. أحمد تفضل. استاذ عماش، تنصحنا اذا واحد مثلا يريد يلقى شغل يعني أحمد باعتباره يقدر أحمد يعمل؟ أحمد أحمد، عرف نفسك منين وشنو إمكانياتك؟ استاذ عمار، انا قبل شويه حكيت، انا احمد اصلا من العراق وعايش بامريكا بكاليفورنيا. آه العفو، عفوا، آسف آسف، إيه تفضل كمل، أنا صورتك ما انتبهت على اسمك. إيه ماكو مشكله، هو هواي احمد بالقائمه. إيه استاذ عمار، يعني شنو اللي تنصحني اياه؟ مثلا انا وياك تقريبا بنفس الدوله، فمثلا شنو النصيحة اللي توفرني اياها حتى نقدر نحصل فرص مثلا بمستوى اعلى من السي سي ان اي كمثال، او خلينا نقول بالميد ليفل، يعني مو بالسينيور ليفل، يعني المتوسط او المحترف، يعني بشكل اسرع. هو شوف، احنا بالنسبة ل كمل احمد، اذا عندك سؤال بعد. وهو استاذ يعني بس احنا نريد يعني نحصل فرصة، فشنو هي اكثر الخطوط او المجالات؟ مثلا الداتا سنتر، او خلينا نقول السيرفيس بروفايدر مثلا، فشنو انت اللي تنصحني بحيث الماركت هسه اللي هي دائما اكثر شيء دي يكون عليه طلب ومحتاجته، بحيث من نروح نقدم على شغل يعني نقدر نحصل شغل بسرعة اكثر؟ وتعرف يعني استاذ عمار، المنافسة كلش قوية بامريكا، بكل مكان يعني يعني. شوية أكو صعوبة لما واحد يقدر يشوف. هذا هو السؤال يعني. ماشي. أحد عنده سؤال غير أحمد قبل لا أشرح هذا الموضوع؟ ماشي. بشكل عام، إذا أنت كنت بأمريكا وإذا كنت بأي مكان، أنت حتى تتقدم العمل تريد، خلينا نقول، تشوف هذه العضلات لهذه الشركة حتى يقتنعون بي ان يرشحوك انت عن غيرك. حاليا موضوع الراوتنج والسويتشنج هو موضوع اساسي، بس عن خبرتي واللي حصل، يعني 2009 تقريبا، 2009 تقريبا لحد شهر التاسع 2009، 9 اشهر من غير عمل، كنت لسه ماخذ السي سي ان اي القديمه اللي هي قبل هذه، فما عرفت احصل على شغل. اولا يعني سواء انت من دراسة، اذا درست بشكل اكاديمي، انه اخذت الشهاده واحتفظت بالمعلومات اللي عندك، انت معرض انه، يعني واحده من الاسئله اللي جتني بوقت المقابله، قال لي بالنسبه للسبانينج تري، سبانك تري بروتوكول، شلون يسوي الالكشن للبورت ماله، وشلون نعرف الديزيجنيتد بورت. ما كان عندي اجابه يعني شافيه للشخص اللي قابلني. ليش؟ بسبب ضعف المعلومه اللي عندي. يعني شرحت له بشكل عام انه ليش هي موجوده، بس ما قنعته. فانت من اجابتك اجابتك للسؤال بالمقابله يحدد امكانياتك. فمعنى هذا الكلام شنو هو؟ معناه انه انت مثلا اذا خلصت الشهاده، اذا اخذت شهاده سي سي ان اي، او انت هسه تدرس، افتهم كل موضوع بيها. يعني بالنسبه للسي سي ان اي واضحه، افتهم بالنسبه للفلودنج، بالنسبه للسويتش، وافتهم السب نتنج، وافتهم بروتوكول اي اي جي ار بي والاو اس بي اف، وكل واحد شلون يعمل، وسوي له مختبر، سوي له مختبر بالباكت تريسر، بالجي ان اس 3، وتعرف على هاي المهام اول باول، واطلع على معلومات عامه بالموضوع. يعني مثلا موضوع الاو اس بي اف هو موضوع عملاق كبير، يعني لما توصل مراحل السي سي اي موضوع كبير كبير جدا يعني. اما الشغله الثانيه، فكانت وظائف تجيني مثلا عن الفويس، يعني يسالني شنو فائده الكول مانجر اكسبريس، وليش نحتاجه،
انا ما عندي يعني ما كان عندي اي فكره عن هذا الموضوع، لان هي الشركه كانت تتعامل مع الفويس. فانت يعني لا تقتصر بين الراوتنج والسويتشنج، روح اطلع عن اجهزه الفويس وشلون تتعامل، اقرا لك فيديو او اثنين، اقرا لك 3 فيديوهات او فيديوين عن الوايرلس، حتى لو كانت بغير لغه، بس اخذ فكره عن الاجهزه. الاجهزه شو تسوي؟ ليش نحتاج وايرلس لان كنترولر؟ يعني انت لو عندك 100 اكسس بوينت هسه لمستشفى زين، وتجيب الكمبيوتر مالتك وتخلي قدامك 100 اكسس بوينت، وتركب الكيبل الايثرنت كيبل مالتك على الاكسس بوينت الوحده، سو كونفيجريشن لكل وحده، يعني 100 قطعه راح تاخذ من عندك مو اقل الثلاث اربع ايام. بينما لما انت تعرف، لما يقول لك شنو فائده جهاز الوايرلس لان كنترولر، لا انت يقول لك الجواب مالك يكون بالمقابل. مثلا تقول له احنا نركب ال 100 اكسس بوينت على بي او اي سويتش. شنو هو البي او اي سويتش؟ اللي هو باور اوفر ايثرنت، اللي هو راح ينطي طاقه كهربائيه. وحده من البورتات هذه راح تركب على الوايرلس لان كنترولر، فانت من الوايرلس لان كنترولر تتحكم ب 100 اكسس بوينت وحده، فتسوي كونفجريشن مره واحده وتدزل هاي ال 100 اكسس بوينت. فانت وفرت وقت للشركه من خلال عدد الساعات اللي عملتها انت، زائدا البرودكشن اللي هو العمل العملي بوقت قصير، وانت قدام الزبون مالتك او الكاستمر انت اديت المهمه مالتك بوقت اقل. فمثلا هذه فائده الوايرلس لان كنترولر. لو كان الموضوع اكبر، مثلا لو كانت عندك مثلا مستشفى باربع بنايات وفيها اكثر من 500 اكسس بوينت، فانت 500 اكسس بوينت وايرلس لان كنترولر واحد ما يكفي، لازم تركب عليه وايرلس سيرفر، ما اتذكر اسمه، وايرلس سيرفر WSC وايرلس، اي وايرلس سيرفر كونفيجريشن، ما اتذكر اسمه بالضبط. هذا يتحكم بتقريبا 100 اكسس بوينت، 100 وايرلس لان كنترولر العفو. فانت يعني لما تجي السلسله الهرميه، سيرفر واحد يدخل على 100 وايرلس لان كنترولر، تحته 500 مثلا او 1000 اكسس بوينت، كلها من خلال جهاز واحد. يعني اطلع عن باقي الشهادات. بالنسبه للسيرفيس بروفايدر، هي قريبه جدا، حوالي 80% قريبه من الراوتنج والسويتشنج. والفويس اللي هو يعني يعتبر هو الوايرلس سيد السوق او سيد العمل حاليا، لان عليه يعني عليه سحب يعني هواي. وموضوع الداتا سنتر طبعا موضوع مو قاصر، يعتبر من اكثر المواضيع اللي هو كبيره جدا، والمتخصصين بهذا المجال هم قليلين، يعني خاصه بدرجه السي سي اي. فهي الفكره العامه يعني يا شباب، انه يعني دائما قلت لك تجيني رسائل، يعني اطلعوا عن 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 تكنولوجي ثانيه، اطلع عن البي جي بي وشنو فائدته، اطلع عن الاو اس بي اف، اطلع عن اجهزه الوايرلس وهي اللي مو هوايه، اطلع عن اجهزه الفويس وبروتوكولاتها بشكل عام. فانت بهاي الحاله كونت لنفسك شهاده سي سي دي اي بلا ما تعرف، تلقى نفسك ان انت اخذت شهاده السي سي دي اي بلا ما تحس. يعني انت تعرفت على معظم المنتجات اللي سواء انت تدعمها سيسكو، يعني انا بالوايرلس قليل تعاملت مع سيسكو، اتعامل مع اجهزه اوروبا اكثر شيء. اكو احد عنده سؤال ثاني؟ اتفضل علاء. على راح تكتب سؤالك لو تفتح المايك. ما قاعد اسمعك على خاف المايك مالتك مسدود.
علاء ما قاعد اسمعك، اذا هذه اكتب سؤالك واجاوبك عليه. السلام عليكم، هذا كده سامعني؟ سامعك حسن. علاء، انا اسمي علاء صلاح من مصر. انا بتكلم بخصوص الداتا سنتر. حضرتك زي ما احنا عارفين ان الداتا سنتر دي احجام، يعني بمعنى ان في داتا سنتر صغيره لشركه صغيره، وفي ميديم لشركه ميديم، وفي داتا سنتر كبيره بتبقى زي الشركات الضخمه زي السيرفيس بروفايدر والشركات الكبيره. نعم. انا بتكلم بخصوص تصميم الداتا سنتر. هل بالنسبه لتصميم الداتا سنتر سيسكو بيبقى ليها مواصفات معينه في الداتا سنتر على كل ليفل؟ بمعنى ان الداتا سنتر الصغيره بيبقى ليها مواصفات معينه، ليها شروط لازم تتوفر في الداتا سنتر، وده بالنسبه لسيسكو بس ولا بالنسبه لباقي الشركات؟ ماشي، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك. هو النتورك بشكل عام الى اللي غير الطبقات السبعه بالنسبه للاو اس اي موديل، عندك اللي هي الاكسس والاجريجيشن والكور. هذا جانب بالنسبه لل انه بالاكسس، انه راح يكون عندك السويتشات تكون موجوده. هو ليش اسمه اكسس؟ لانه انت راح على السويتش راح تركب اللابتوبات او السيرفرات او تليفونات الفويس، يعني اسمها اكسس لان انت راح تدخل من خلالها للسويتش. بالنسبه للاجريجيشن اللي هي الطبقه الوسطيه اللي راح تكون بين الكور، اللي تاخذ اوردرات من الكور بالنسبه اذا تكون هي سيرفرات، اذا تكون اي سيرفرات او ابلكيشن موجوده بالكور ليفل، تكون عاده تكون يا اما راوترات او تكون راوترات تدعم اللاير 3. احنا على وشك نخلص ان شاء الله، يعني وتكونون يعني جاهزين تروحون صلاة الجمعة إن شاء الله. أعرف هسه تقريبا الساعة 12 بمصر، أو تكون لا ما أعرف ساعة بمصر الساعة 11 تقريبا، فهي نخلص إن شاء الله قبل صلاة الجمعة وننهي هذه الجلسة يعني لليوم. فمثل ما قلت أنت، على خلي أتكلم عن موضوع احتمال هو يجاوبك على هذا السؤال بالنسبة لعلاء. حاليا اللي من الشغلات اللي قاعد اللي تحصل داخل يعني هنا بامريكا، انه في شركات مستثمره تشتري قطع اراضي يعني نوعا ما بعيده عن المدينه، او تبنيها وتجهزها وتهيئ بها الكهرباء وتوفر داخلها قاعات. فمثلا انت لو كان الشركه جديده، على سبيل المثال انت مثلا مجموعه صيدليات، فانت عندك مثلا مجموعه صيدليات حوالي عندك 500 صيدليه متوفره على مستوى القاهره، فانت ممكن بدل ما تروح تبني بنايه وتوفر لها كهرباء وتوفر لها تبريد وتوفر لها كل وسائل انه تحافظ على اجهزه الداتا سنتر، تروح تاجر قاعه على حسب حاجتك من المساحه. انت ما مطلوب منك ان توفر كهرباء وتوفر اي شيء، انت مجرد انه تجيب الاجهزه مالتك تركبها داخل هذه القاعة اللي أجرتها، ويكون هي داخل هذه القاعة موجود كهرباء متوفرة إنه تربط عليها أجهزة الداتا سنتر، ومهندسيك يجهزون هذا الداتا سنتر بالنسبة لك، حتى يكون عندك الأبليكيشن مال الصيدليات متربطة، وعندك الفروع تكون كلها متربطة على نتورك واحد. فأنت مثلا لما يكون عندك أجهزة شاسي مثلا خلينا نقول 5 راكس، عندك راك واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة اللي يبيها شاسي، ممكن انه تتخلي مثلا اجهزه الاي ام سي او الام دي اس بالنسبه لسيسكو، ممكن تخليها امامها او تخليها بنهايه الراك على اليمين او على اليسار حسب مساحه الحجم القطعه مال القاعه. فنوعا ما ماكو قيود معينه انه بترتيب الاجهزه، فقط انه ترتب هذه الاجهزه من تحت لفوق، لانه اجهزه الشاسي لازم تكون تحت خالص، فوق اجهزه الشاسي تكون عندك اجهزه الاف اي فايبر انتركونكت، بعدين هذه الكيبلات تطلع من اعلى الراك تروح تتربط مع مثلا اجهزه الام دي اس، وتتربط مع اجهزه الاي ام سي بالنسبه للستورجز، بعد ذلك تتربط مثلا الجهاز نكسس او الفايف كي او السيفن كي للسويتش، وبعد ذلك تتربطها للسيرفيس بروفايدر بالنسبه للراوترات مالك، وتطلع بيها من داخل الداتا سنتر الخارج داتا سنتر من خلال السيرفيس بروفايدر اللي انت عندك خدمه وياه.
فقيود يعني عملية ترتيب الأجهزة مو كلش على حسب حجم القاعة مالتك المترتبة، بس تسلسل الأجهزة دائما يكون من تحت لفوق، يعني دائما البلايد سيرفر يكون من تحت، الفايبر انتر كونكت يكون فوق. أحد عنده سؤال ثاني شباب؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا كريم، كنت بسأل عن المحاضرة هتتسجل وهتترفع إن شاء الله؟ إن شاء الله المحاضرة هي تحت التسجيل. أشكرك. أهلا وسهلا بك. NMMN تفضل لو عندك سؤال. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. مهند مبرمج ومبرمج SQL سيرفر و في بي دوت نت. سؤال استاذي، حضرتك من العراق؟ لا. هل ممكن بالسيرفرات نخلي نظامين مثل الويندو ولينكس يقلع عن سوى؟ أنت حضرتك من العراق؟ نعم من العراق. أهلا وسهلا بك مهند. يعني مثلا تركب ويندوز سيرفر 2012 تركب مثلا ريد هات على سيرفر ثاني؟ يعني عندي سيرفر، يعني عندي سيرفر ماخذ ديديكيتد سيرفر. زين. وأريد أركب، عندي لين برامج تشتغل أنا يعني على اللينكس وبرامج تشتغل على الويندوز. فهل من الإمكان أقدر أخلي السيرفر هذا بنظامين، كان يكون لينكس وويندوز ويقل عن سوى ويشتغل بدون ما أدخل، يعني أشغل الفيرتشوال بوكس أو الفي أم وير وواحد داخل الآخر، أو لو أفصلهم مع كل واحد ويشتغل سوا وكل واحد يدير أمره، يعني كل شغل يصير على الويندو واحد واللينكس واحد. ماشي. هو ممكن، يعني مثلا على سبيل المثال انت لو إن أنا شايف الشاشة، نعم، يعني هسه هذا احنا ماخذين B200M3، هذا السيرفر داخل لما تدخل على الفي ام، انت لو تلاحظ هنا عندك موجود مايكروسوفت وعندك في ام وير. نعم. فانت تحت الفي ام وير تسوي كالستر لكل واحد، لو تسوي فيرتشوال ماشين على سبيل المثال، لو انت تستخدم مثلا الاجهزه السيسكو بهذا الموضوع، او اذا تستخدم كيس عادي اللي هو ورك ستيشن مواصفات عاليه مثلا، انت مثلا تنزل اي اس اكس اي كإيمج. نعم. بس لحظة. ماشي. فأنت لما مثلا خلينا نقول على الورك ستيشن العادية، مثلا عندك ماذر بورد مواصفات عالية وعليها رامات مثلا 24 جيجا بايت. فتجيب الاي اكس اي الاي اس اكس اي على دي في دي بصيغه ايزو، وتدخل بوت من البايوز وتطب لل، يعني تنصبها بدل الويندوز اللي هي الاي اكس اكس اي. فبداخل اي اس اكس اي انت ممكن تسوي ايمج لللينكس وتسوي ايمج للويندوز سيرفر، يعني يصير عندك ماشين يعني على كل وحده من عندهم. طيب هل يقلع عن سوى واقدر الاكسس الريموت اكسس كل واحد ادخل عليه؟ طبعا على طبعا طبعا اكيد، هو صراحه جايك بالكلام. فانت مجرد خلينا نقول مثلا ركبت انت اكثر من شغله، ركبت مثلا ويندوز سيرفر 2012 سويت عليه اكتف دايركتوري، وركبت انت مثلا اللينكس واستخدمت مثلا سيستم ثالث مثلا فدورا خلينا نقول، او استخدم السنتوس امين ايضا لينكس، فصار عندك مثلا ثلاث اجهزه.
فكل جهاز ينهض لوحده، بعدين من الفي سفير او الفي سنتر تدخل على هذه السيرفرات تتعامل وياهم كل واحد على حده، وتركب البرامج مالتك كل واحد على جنب وتشتغل وياهم طبيعي. طيب استاذ، ما يصير فيل داون لنفس الفي ام وير ويوقع لي السيستمين الاو اس؟ لا لا، هي هاي هذا 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 اللي يصير هسه بهذا عالمنا اليوم. يعني نعم. يعني مثلا انت لو هسه تشتغل، خلينا نقول تشتغل بمجال الهوستنج. نعم. مجال الهوستنج يعني سابقا مثل شركه جودادي، مثل شركه هوست جيتر، يعني عندنا الشركات العملاقه بمجال الهوستنج والديديكيت سيرفر. يعني سابقا نعم. مثلا خلينا نقول قبل 10 سنوات انت لو اشتريت مساحه على الانتر، اشتريت دومين نيم واشتريت مساحه هوست، فكان يخصصوا لك كيس خاصه بيك انت. ففيما نعم. لو انه عندهم 100,000 زبون موجود على هذه الشركه، فراح يكون عندك 100,000 كيس. في ام وير سوت لك بالوقت الحالي انه قاموا يجيبون بليد سيرفر او راك ماونتد، او يجيبوا لك ورك ستيشن مثل ديل، مثل عندك الباور ايج ديل، يدخلوه بالفي ام. بدل ما انت تحجز هاي الورك ستيشن لوحدك، لا، ينطوك اي اس اكس اي كهوست الك لوحدك انت، وسي بانل منعزله الك لوحدك. يعني الكيس الوحده والورك ستيشن الوحده تتقسم الى خمس ست حسب يعني امكانيات الهاردوير اللي موجوده. خلينا نقول تتقسم الى ست كمبيوترات داخل قطعه واحده هاردوير. فهذا اولا قلل المساحه، قلل عدد الكهرباء، قلل هواي شغلات. طيب استاذ، يعني اقدر من ادخل عليها ريموت اكسس كانه دا تعمل كل واحده على سيرفر واحد، كانه انت مشتري اثنين ورك ستيشن، بس هذول الاثنين ورك ستيشن كل واحده انه موجوده فيرتشوال داخل كيس واحده بس. انت ما تقدر تسوي ما يحضرني العدد قبل، بس تقدر تسوي اكثر من 10. نعم نعم، شكرا استاذ جزيلا، شكرا جزيلا. احد عنده سؤال ثاني حتى قبل يصير موعد صلاه الجمعه؟ آه، بالنسبة لي الساعة 2 بالليل وثلث يعني. بالنسبة لمصر، مصر ساعة 11:30 حاليا، بغداد 12:30. مصريين أحد عنده سؤال شباب؟ صحيح كلامك أحمد كاليفورنيا راح أسميك. تدخل هاي المواضيع حسب ترتيب التصميم. نعم، انت لما تخلي الكونفيجريشن كلها تحت يعني تحت او تصممها على ورق وتوفرها وتوفر احجامها واحجام الاجهزه وامكانياتها. ما حد عنده سؤال شباب؟ تريدون اخذ فكره عامه عن شهاده سي سي ام بي شلون التحضير لها؟ ولو سويت فيديو بهذا الموضوع، بس اذا تحبون اشرح هسه ما عندي مانع. كمبيونت تفضل، شنو سؤالك؟ الفيديوهات مالتي موجودة كلها على الصفحة مالتي الشخصية وعلى مهندس عادل الحميدي، وبالنسبة لليوتيوب موجودة على فري فور عرب. ماشي، خلينا ندخل على سيسكو، موقع سيسكو. اشرح لكم فكرة عامة عن الشهادات حتى بعد ذلك تكونوا انتوا جاهزين. سي سي ان اي داتا سنتر،
السي سي ان اي داتا سنتر ما له اي متطلبات، ممكن تدخل على طول تاخذ امتحان 911 مجرد ان تحضر له. موضوعه قريب جدا من الاي سي دي ان 1 اللي هي فكره عامه عن الاو اس اي موديل والاي بي ادرس وعن عن نظام التشغيل النكسس اوبريتنج سيستم، هو كلش قريب من الاي او اس مع اختلافات بسيطه جدا. تخلص امتحان 911 تدخل على امتحان 916 وتكون انت كملت شهاده السي سي ان اي. بال 916 يعني ان شاء الله مكملين الفيديوهات عن قريب. تحتاج لك تحضيرات مثل ما شرحت اليو سي اس السوفت وير. اتفضل كمبيونت. سيرفرات حقيقية، هل في اختلاف بينها وبين الفيرتشوال؟ هل فيرتشوال انف يعني لما ناخذ دورات يعني عن طريق جينس والفيرتشوال هذه الماتيريال اللي على الانترنت، او انك تفضل اني انا اشوف السيرفرز واتعامل معاها لايف هيك؟ انت تتكلم بالنسبة لشهادة سي سي ان اي؟ سي سي ان اي يس. السي سي ان اي كافي عليك انك تدرسها على تدرسها على على باكت تريسر او جي ان اس 3، كلش كافي. الا اللهم انت معك مع يعني اذا انت تساكن في اي ولايه في امريكا، كاليفورنيا يعني يعملون الدورات سي سي ان اي بحدود $3,000 سبعه ايام، تكمل سي سي ان اي وسي سي ان اي سكيورتي بالسبعه ايام، بس لازم تكون دارس قبلها لانه الدراسه بيها تكون شويه سريعه، تكلف حوالي $3,000. بس لو تحب تدرسها من خلال الفيديوهات اللي موجوده يعني اللي يوفروها يعني اساتذتنا وزملائنا اللي موجودين على الفيسبوك، باكت تريسر جي ان اس 3 كلش كافي انه تدرس عليه الراوترات والسويتشات والبروتوكولات. يعني ما فيش اختلاف، انا في عندي شعور هيك باني لما ادخل عليها هيك لايف. لا انت ممكن انت ممكن تشتري اللاب من الاي باي، يعمل له بحدود $200 ثلاث راوترات وسويتشات اثنين، وتطبق عليه عملي. نايس. اوكي ثانك يو فيري ماتش. انا سؤال اخير لو سمحت، معلش. انا عندي طبعا اشتغل على السكيول سيرفر، هل درست السيرفرات واخذت فكره على الداتا سنتر ليها اهميه في انها تساعدني يعني في شغلي على السكيول سيرفر؟ لا، السكيول سيرفر هو كسوفت وير انت تتكلم، احنا نتكلم عن الهارد وير، قطع الهارد وير اللي تنتجها سيسكو يعني. لا انا اتكلم يعني لما انا اتعامل عندي باك جراوند عن نتوركينج وعلى متى فور اكزامبل عندي يعني سي ان اي يا هل هي تساعدني في شغلي في على السكيول سيرفر؟ طبعا راح لا ما راح اساعدك بالسيكول سيرفر، بس راح تنطيك مفهوم اكبر للشبكات. ايوه اوكي صار يعني ملهاش علاقه. ممكن اوكي اني واي ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا. شكرا يا باشمهندس، الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بك. بالنسبه للي جونيبر تعتبر طبعا من الاجهزه الراقيه جدا، يعني اتعامل وياها هوايه. جونيبر منافسة بمجال الداتا سنتر، من اكو سويتشات خاصة بالسيرفيس بروفايدر تتعامل مع الداتا سنتر، يعني اكو سويتش اعتقد ان 9000 سيريز بالنسبة لجونيبر، جهاز ممتاز جدا يعني منافس لل 7K، جهاز منافس الى بالنسبة من قضايا السكيورتي ومن ناحية الهاردوير. صحيح جونيبر سمعتها اقل بالسوق بسوق العمل، بس اجهزتها قويه جدا. احنا نقول عليه بس ان انا في الولايات المتحده
معظم المطاعم، معظم الشركات، معظم المولات، معظم حتى الملاعب، ملاعب كرة القدم، ما تستخدم أجهزة جونيبر بالنسبة للراوتينج والسويتشينج وبالنسبة للسكيورتي. واحدة من أفضل الشركات تستخدم أجهزة جونيبر طبعا باي بال على مود السكيورتي. مهند، شنو الراوتر جي ان اس 3 من اعمل على ما؟ سؤالك مو واضح. عفوا استاذ، من اعمل على جي ان اس، من اشغله ورد اسوي فد فد سيناريو عندي الراوتر يصير دمي، يعني ما يفتح عندي بس السويتش والكلاينتات. هذا اكتب لي على الخاص جاوبك عليه فد يومين ان شاء الله، افهمك على هذا الموضوع بالاخص. على صفحتك استاذ؟ اي، او على الاكونت الخاص بي. ما اعرف الاكونت، يعني لو تسمح يعني. انا الاكونت مالي اسمه عمار حنون، موجود على الجروب عادل حميد، وموجود الصفحه مالتي نتورك باي عمار حنون. شكرا جزيلا استاذ. أهلوس. بالنسبه لل مثل ما ذكرت ان شهاده سي سي ان اي، شهاده سي سي ان اي ما تحتوي على العملي، يعني ما بيه تطبيق لابات كثير، مجرد اطلاع عام عن 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 الداتا سنتر واجهزه الداتا سنتر. احنا لحد الان وصلنا بالشرح اللي يخصني، وصلنا لاجهزه البلايد سيرفر، وصلنا شرحنا السي سيريز، او شرحنا اجهزه نكسس والام دي اس، وقالنا بس نشرح شويه عن الفيرتشواليزيشن، وشويه شرح عن الفايبر شانل اوفر ايثرنت، نطلع عنها بتفاصيل، وتكون يعني ان شاء الله سي سي ان اي داتا سنتر كملت يعني من ناحيتي الشخصيه. اما بالنسبه للسي سي ام بي، اذا يعني اي شخص حضر لها بشكل اذا حضر للداتا سنتر حضر لها بشكل ممتاز، يعني اذا فهم الانفراستراكشر مالت الداتا سنتر، لما يجي يدرس السي سي ام بي يكون الموضوع واضح واسهل، خاصه بالنسبه لليو سي اس الداتا سنتر. الامتحان يجي على اكزام اوفر فيو. بالنسبه امبلمنتنج سيسكو داتا سنتر يونيفاي كومبيوتنج، هذا الموضوع موضوع سهل جدا. احنا شرحنا اعتقد نص الموضوع بالنسبه لليو سي اس سي سي ام بي اليوم، تكلمنا عنه يعني هاي الماتيريال اللي تكلمنا عنها اليوم هي بالنسبه للانتجريت السي سيريز لليو سي اس، هذا موضوع بالسي سي ام بي، موضوع سو كونفيجريشن لكل بورت على جانب بالنسبه للفايبر انتر كونكت، هذا موضوع ايضا موجود هو بالسي سي ام بي. مواضيع الهاردوير بشكل عام هي ايضا من مواضيع السي سي ام بي بالنسبه لليو سي اس. خليني اشوف الفيديوهات اتاكد منها مره ثانيه. هنا سي سي ام بي درس، انا حتى لو تشوفون بالنسبه للسي بي تي وما يعني فيديوهاتها قليله. انتروداكشن، هذا انستولينج ذا سي سيريز، وعندك هنا مثل ما ذكرت لكم يعني اصلا بالسي بي تي ناقص ما يتكلم عن اليو سي اس بلاتفورم ايميليتر الا بالسي سي ام بي. احنا تكلمنا عنه اليوم، ان شاء الله سوي فيديو خاص بالموضوع اضيفه لسلسله داتا سنتر. تكلمنا اليوم على الابجريد البي سيريز فريم وير، شفت لكم اياه وين يصير باليو سي اس. مواضيع هذه ان شاء الله بنوصل لها بالنسبه للباك اب والريستور. عندك بالنسبه لللوجز والمونيتورنج، انه انت شلون تدخل على الفولس ستيتمنتس، وانت شلون تدخل على اف اس ام وتشوف حالات السيرفر. تكلمنا شوية عن الفيزيكال بالنسبة للبي سيريز، كيفية التربيط، تربيط الكيبلات. بس لحظة وياي أحمد هسه أجاوب. انستولينج البي سيريز وكيفية تركيبها اليوم هم تكلمنا عنها. للمستقبل إن شاء الله نتكلم عن اللان والسان وشنو الفرق بيناتهم، ونتكلم أيضا عن اليو سي اس كالستر، كيفية تربط الاف اي واف اي اف اي اي اللي هو البرايمري والباك اب او اكتف اكتف على حسب ما تصميمك بالشركه اللي يكون موجود. فهي يعني نص هذه المواضيع احنا اليوم تكلمنا عنها هنا، يعني كنا بعيدين عن موضوع السي سي ان اي اكثر، يعني هو موضوع اليو سي اس فيلد انجينير اكثر شيء يتكلم عن قضايا السي سي ان بي بالنسبه لليو سي اس طبعا.
تكلمنا عن موضوع شلون نسوي سيرفر بورت من خلال الاف اي، من خلال الفايبر انتر كونكت، نسوي انتجريشن للسي سيريز انه تدخلها للشاسي وتنطري معك انه كسيرفر موجود. نشوف اسئله هنا. أنا كيف اكتسب خبره في الشبكات في امريكا باشمهندس؟ هذه ان شاء الله اوضح لك اياها سؤالك بعدين. كمبيونت انا سادخل على الشبكات اول مره. عايزين ماتيريال باشمهندس. احمد بعيدا عن الفيديو، شنو بعيدا عن الفيديو سؤالك؟ وبالنسبة للمرحلة الجاية إن شاء الله راح أوفر لكم هذا الكتاب، بس آخذ موافقة سيسكو إن شاء الله بهذا الموضوع، أعطيكم هذا الكتاب الـ UCS Field Engineer، يعني يحكي عن تفاصيل الهاردوير تفصيلين واحدة واحدة، عن قطعة قطعة كل لايت شي أثر، وحتى يفيدكم بالتطبيق العملي ويا الـ UCS، لأنه حتى محطوطة الـ IPات والـ Username والـ Password كلها تفصيلين هنا موجودة. هذا بس اخذ موافقه سيسكو من عندهم ان شاء الله اوفر لكم هذا الكتاب، لان هذا الكتاب هو حصريا يعني للشركات اللي مسويه بارتنر مع سيسكو، بس اخذ موافقتهم من عيني. حاضر. اما بالنسبه للكتاب انا اللي من فتره تكلمت عنه اللي هو يخص مواضيع السي سي تي داتا سنتر، ماكو احد يسأل بالنسبة للكتاب هذا اللي تكلمت عنه؟ يتكلم عن الأجهزة بتفصيل، جهاز جهاز. محمد تفضل. هذا الكتاب ان شاء الله بس اسوي النهايات مالته واوفر لكم اياه يعني باقرب وقت. هو ايضا هم يتكلم عن قطع السيرفرات البلايد سيرفر، ويتكلم ايضا عن اجهزه نكسس، وانا شرحت قسم من عدها بالفيديوهات او معظمها شرحتها بالفيديوهات موجوده. بالنسبه للمالتي لاير سويتش، بالنسبه للام دي اس، السيسكو انتجريت مانجمنت كنترول، بالنسبه للسيم سي اللي هو مشابه لليو سي اس، وكلها موجودة بهذا الكتاب. يبدي يعني بداية كلش بسيطة من أنواع الكيبلات لحد ما تكون أنت عندك فكرة عامة. هذا كتاب شامل إنه تحضر منه للسي سي تي، وتحضر للسي سي إن أي داتا سنتر، وللسي سي إم بي داتا سنتر، قضايا بالأخص اليو سي إس. بالنسبة للأس إف بي اللي عنده سؤال كان قبل شوية، هذا شكل الأس إف بي. وايضا هم نرجع لموضوع تصير قطوعات، اسف يعني انسى اكمل. الداتا سنتر هي بشكل عام لا، السي سي ام بي، سي سي ام بي داتا سنتر، نروح على اوفر فيو. تفضل. بالنسبه للي عايز يدرس السي دي في ومفيش امكانيه وجود اجهزه حقيقيه حقيقيه معاه، هيغني الفيجوال ماشين عليه ولا؟ حضرتك علي بس عرفني بنفسك. ما قلتش ايمن معاك. ايمن، اسف. انا من يعني بالنسبه للي يعني ماديا متمكن افضل، لانه يعني انا واحد من الناس يعني لما اشتغلت على الاجهزه كان لازم يعني اول مره تعاملت مع الاجهزه ما عرفت انواع البورتات او هذه، فاللي يقدر يشتري او ياجر اجهزه فيزيكال يفضل حتى يصبح عندك اطلاع اكبر عن الموضوع. هو عشان مصر مش متداول فيها قوي، والاجهزه يعني كده مكلفه جدا،
بنتكلم الشباب اللي عاوز يدرس علاج سي سي ان في، هل هيقدر نقدر نعمل دراسات عليها بالنسبه للجين 3 او اي برنامج جين 3؟ جين 3 حاليا يعني كافي حتى للي معاه يعني جهاز مواصفات عاليه يقدر يكمل بالجين 3 حتى لدرجه سي سي اي اي بالنسبه للراوتنج سويتشنج او بالنسبه للسي سي اي اي سيرفيس بروفايدر على جي ان اس 3 ممكن، بس يفضل يعني ان يكون اجهزه حقيقيه لو توفر، لو ما يعني يستعين بالجي ان اس 3. وحاليا اكو برنامج منافس اللي هو الفايرل اللي هو تبع سيسكو، هو شويه غالي سعره $80 ويحتاج مواصفات عاليه جدا، يعني اقل شيء اي 5 اي 5 ورامات 8 جيجا بايت. طب بالنسبه للبرنامج ده ممكن يا اخي ممكن كشركه تشتريه والناس تخش عليه مثلا على بورتات تشتغل عليه، هل هيغني؟ هو يعني ما يغني 100%، بس يغني تقريبا خلينا نقول 80% بالنسبه للي عنده خبره، واللي ما عنده خبره راح يغني يعني 50%، يعني لو كان ما عنده امكانيات وفاهم الانفراستراكشر. تمام، شكرا يا باشمهندس. ماشي شباب، حتى تلحقون على الصلاه ان شاء الله، ويعني تقبل الله مقدما. بالنسبه للسي سي ام بي بصراحه ما اقدر اجي بعد الصلاه لانه عندي ساعه 2:30 صباحا، يعني لسه الصبح عندي يعني دوام بالداتا سنتر. الداتا سنتر بشكل عام وسريع، الامتحان الاول اللي هو امتحان الامبلمنتنج بالنسبه ليو سي اس تمتحن معاه لترابل شوتينج، وبالنسبه لليونيفاي فابريك تمتحن معاه لترابل شوت، انت تصبح حاصل على شهاده السي سي ام بي داتا سنتر. بالنسبه للديزاين، بالنسبه للموضوع، بالنسبه لليو سي اس والفايبر شانل اوفر ايثرنت او اليونيفاي فابريك، هذول مواضيع هو اصلا تنشرح بالامبلمنتنج، فما يحتاج تحضر هذا المواضيع، فانت محتاج تحضر الاربع امتحانات، تمتحن يونيفاي كمبيوتر، تمتحن التي شوت، وبعد ذلك تمتحن اليونيفاي فابريك وتمتحن تي شوت. ان شاء الله المستقبل يعني نسوي فيديو للاجهزه. بشكل عام انا اشكركم واشكر حضوركم اليوم ونشكر دعمكم، نشكر المهندس ايمن اللي استضافنا لهذه الورشه البسيطه. ان شاء الله اوفر لكم الكتب بالقريب العاجل. اللي عنده اي سؤال حاليا ممكن يكتب لي او يتكلم وياه، واللي يتفضل يروح للصلاه يدعينا ودعونا ان شاء الله، الله يعطينا القوه ان نكمل وياكم. شكرا لك بشكل سعيد ان شاء الله. المحاضره اللي بعد كذا متى موعدها؟ ما يعني حاليا ما مسوين اي خطه ان اكون محاضره، بس هذا بس مجرد اطلاع عام بالنسبه يعني للشهادات وللاجهزه البلايت سيرفر. لو راح يكون ورشه ثانيه ان شاء الله نبلغكم بالموضوع. مشكور، جزاك الله كل خير. اهلا وسهلا بك. استاذ عمار ممكن سؤال؟ تفضل. استاذ عمار شنو رايك بالاي او يو او الاي او ال؟ اي او يو بالنسبه للي يسوي له انتجريت ويا جي ان اس 3؟ يعني بغض النظر عن استخدامه ويا جي ان اس 3 او بوحده كستاند الون، بس قصدي استخدامه ويا موضوع الداتا سنتر، تفضل انه نستخدمه؟ اي او يو ما راح يخدمك بالداتا سنتر، الداتا سنتر يخدمك هذا اليو سي اس، وتحتاج ايميليتر للسويتش اللي هو 7 كي اللي هو نكسس 7 كي تيتانيوم؟ التيتانيوم، واكو 7 كي واحد، واكو وعندك ال 1000 في همين، هذا النوع من انواع السويتشات الفيرتشوال، يعني تسوي اكثر من ايميليتر على ال في ام. اوكي، انا عندي فيرتشوال ماشين 11 يعني، وفي لايسنس يمين كامل، وعندي لابتوب مواصفاته جدا عاليه يعني 32 جيج رام، و كور اي 7 4900 مولتي كواليتي، يعني بروسيسور جد كلش قوي. كور اي 7 ورامات ايش قد عندك؟ رامات 32 جيج. اي اشتري برنامج ال الفايرال. نعم اشتري برنامج الفايرال اسمه، انت بعدك تشوف الشاشه؟ سكو؟
مال سيسكو اي اللي هو في اي ار ال اوكي عارفه عارفه اي هذا يغنيك عن كلهم يعني تكون جاهز بيه للداتا سنتر تكون جاهز بيه للراوتنج سويتشنج بالنسبه للسيرفيس بروفايدر الاي او اس اكس ار عندك شويه فاير وول همينه موجوده بيه يعني برنامج قوي بالنسبه لجهازك يعني ممتاز لا جهازي اوكي يعني انا مشغل عليه لابات عملاقه يعني اوكي ما عندي مشكله بس استاذ اكو اثنين في اي ار ال يا تنصحني اخذ يعني اكو واحد ستودنت هو نفسه ابو 80 ابو 80 وابو ال 200 دولار هنا نفس الشيء ما ينطيك اكثر من 25 راوتر نفس الشيء بس هي مجرد فكره تجاريه الاختلاف استاذ ماكو كله اختلاف اثنينهم ينطيك ال 25 راوتر فاشتري ابو 80 25 راوتر اي 25 راوتر يعني انت بس سي سي اي ما راح تسوي 25 راوتر لا هو شكو قبل دم فتح داتا سنتر لا شدني انت وين بكاليفورنيا نسوي عليه لابات يعني امتحانات وان شاء الله فمن ان واحد يقوي نفسه يعني شوي يسوي براكتس يعني يوم ورا يوم انت وين بكاليفورنيا قاعد؟ سان دياغو وين بسان دياغو؟ الكاهون؟ الكاهون الكاهن ماشي إيه أجي يعني بفترة فترة الكاهن إن شاء الله أشوفك على الجاي الجاي إيش لا هلا بيك والله إن شاء الله أستاذ نشوفك الله يسلمك والله أستاذ هنا شوية صعبة ما دام تدرج الشغل يعني أنا كانت عندي خبرة من زمان بالعراق وكنت أشتغل بشركات بس أنا دا أعاني من هالموضوع اشتريت أجهزة راوترات وما تجاوز المقابلة الأولى وبعدها قمت أتجاوز أكثر من مقابلة يعني ونص فرقوا تعرفهم ذول البانز همين اي اربع مقابلات سووا وياي